مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. حلقة جديدة من مفتاح الحقيقة. الحقيقة في ظل كل التحديات الكتيرة قوي والكبيرة قوي والخطيرة قوي اللي مصر بتواجهها في اليومين دول من عمر أي دولة، يعني بنتكلم في 4-5 سنين على الأقل. تحديات على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، تحديات داخلية وأخرى خارجية. وإحنا اتفقنا قبل كده إنه ما فيش أي عدو خارجي هيقدر إن هو يحقق أي أجندة داخلية أو أي أهداف داخلية إلا بمعاونة خاين جوه. العدو بره بيشتغل جوه من خلال خاين عندنا إحنا جوه. دي مش محاولة لتخوين حد ولا تفتيش في النوايا ولا أي حاجة، ولكن ربنا عرفوه بالعقل. واللي لازم نقوله ونقتنع بيه إنه مصر مش هتقوى إلا بشبابها. خلينا نكون واضحين في كده ونكون فاهمين ومدركين ده كويس، ومدركين خطورة المرحلة اللي إحنا بنمر بيها. لن تقوى مصر إلا بتوحيد صفوفها وتماسك جبهتها الداخلية، وباللي عايزين يبنوا بجد ويوحدوا بجد وعينهم دايما على مصلحة البلد وعلى مستقبل البلد اللي هو مستقبل ولادهم في الأول وفي الآخر. ولن تقوى مصر من خلال الشتامين والراقصين على كل الحبال ومروجي الشائعات والاتهامات، الناس كمان اللي بتوزع صكوك الوطنية وبينصبوا نفسهم أضاء على الفضائيات. ياريت لو يرحمونا شوية لتقوى خيرا أو لتصمت. من فمك تدان. مصر لن تقوى إلا بالقانون والعدل والحرية والكرامة والمساواة، وليس بالتخويف والترهيب والتضييق والكبت. كمان الصراع في المنطقة العربية أصبح الآن على أشده. التحولات أصبحت حقيقية مخيفة، الأحداث والتصعيدات خطيرة، بالتالي إحنا محتاجين أعلى درجات الرشد والوعي وإحنا بنتعامل في كل ملف أو في كل قضية تخص هذا الوطن، ويكون التعامل وفق سياسة واضحة بتستند إلى مصالحنا إحنا المصريين ومصلحة مصر أولا قبل كل شيء، دون النظر إلى عداوات وصداقات. دي مسألة يعني مش من الفطنة أو من الحكمة إن إحنا نتطرق إليها. ليه؟ لأنه العداوات ليست دائمة والصداقات كمان ليست دائمة. عدو اليوم صديق الغد، وصديق اليوم عدو الغد، محدش عارف بكرة في إيه. ولكن السير على وتيرة ونسق واحد في العلاقات الدولية دي مسألة محفوفة بالمخاطر. لازم يكون في تنوع ويكون في مناورة سياسية. المناورات مش مناورات عسكرية فقط، لا كمان مناورات سياسية. من زاوية تانية، ما ينفعش أبدا أنه إحنا نتبع سياسة ولاد البلد. هي حلوة وجميلة ما فيش كلام، ده بيننا وبين بعض إحنا وجيراننا أصحابنا المجتمع والناس، حلو. لكن لما نكون بنتكلم على سياسة دولية أو علاقتنا بالخارج أو فيما يخص سياستنا الخارجية، لا، ده لا يصلح في عالم بتحكمه المصالح والاستراتيجيات ولا يبقى فيه غير القوي. القوة هي قانون هذا العالم الذي نعيش فيه الآن، والمصلحة هي اللي بتحكم أي خطوة على مستوى السياسة الخارجية. أنا بتكلم وكلامي واضح. سياسة الانبطاح اللي كانت الأنظمة السابقة بتتبعها مع الخارج جابتنا ورا. مصر ليست منبطحة، مصر في نفس المستوى وتتعامل مع الجميع بندية شديدة. مصر اللي بتحطها دلوقتي، بتحطها التحولات والصراعات المخيفة اللي ما حصلتش قبل كده في تاريخها، تحديات ممكن لا قدر الله ان هي تعصف بالوطن بأكمله لو ما كناش مدركين او منتبهين. ورغم ده لسه احنا كمصريين مصرين ان احنا نستمر في سياسة كله تمام وفيش مشاكل. لا، كله مش تمام وعندنا مشاكل. حتى اسلوب تعاملنا مع الـ فيما يتعلق بالقضايا الحيوية، ودي حاجة الحقيقة أنا بشوفها بنفسي وبتابعها كل يوم من خلال عملي كإعلامية، دايما إحنا بنميل إن إحنا ندفن رؤوسنا في الرمال اللي هي سياسة النعامة. يعني بدل ما نواجه واقع مرير نرجع نقول لا معلش إحنا دولة معلش وكله تمام وكله هيبقى كويس إن شاء الله ربنا يسهل. طبعا ربنا يسهل، بس اعمل اللي عليك الأول، توكل ولا تتواكل. مصر اللي بتعاني في كثير من الأحيان، ما أقدرش أعمم، من غياب قيم أساسية لابد منها لأي دولة ناجحة زي سيادة القانون، العدل، الكرامة، المساواة.
مصر عملت ثورتين في سنتين بس لحد دلوقتي ولادها مش عارفين يتخلصوا من عادات إدارية سيئة بمبدأ الفهلوة. هدي لحضراتكم مثال عشان الكلام يكون أوضح. في ملف زي ملف مياه النيل قعدنا نتملق الإثيوبيين ودول إخواتنا ودول حبايبنا وعلاقات تاريخية ونجري وراهم علشان نجتمع وهم يمطلوا ويتهربوا يمطلوا ويتهربوا طول الوقت. نوقع اتفاق مبادئ وغيره وهم قاعدين يمطلوا ويتهربوا ويغرقونا في تفاصيل ملهاش أول من آخر وما فيش منها أي فايدة. بيستهلكوا وقت يعني بيكسبوا وقت زي ما بيقولوا. بقالنا أكتر من 4 سنين ونص بنتعامل مع إثيوبيا بالحب. ولكن يا سادة ليس بالنوايا الجيدة تكون النتائج جيدة. وقد كان من يوم يعني من يوم 2 ابريل 2011 من ساعة ما إثيوبيا وضعت أساس السد وإحنا ما عندناش غير سيرة المفاوضات. أنتوا لسه بتتفاوضوا على إيه؟ إحنا بندور على مفاوضات وهم عالين يعلوا في السد لحد ما انتهوا من 50% منه. وقالوا إن هم هينتهوا من بناء المرحلة الأولى في أكتوبر 2016 يعني أكتوبر اللي جاي، وهينتهوا من السد تماما في 2017، وهيمنعوا عننا مليارات الأمطار المكعبة من المياه اللي كانت بتوصل لنا. يعني باختصار كده وبالبلدي هيقفلوا الحنفية علينا واخبطوا راسكوا في الحيط يا مصريين، وأصبح مستقبلنا المائي في مهب الريح. شايفين قلة التخطيط ودتنا لحد فين في قضية هي من أكثر القضايا الحيوية؟ هي القضية مش بتاعت النهاردة، القضية بقالها سنين من نظامين فاتوا ولكن محدش كان بيسمع حاجة عنها لأن الأنظمة اللي فاتت كانت بتتعامل مع الملف اللي هو الأخطر باستهتار شديد. هو في عندنا أهم من نقطة المية؟ نقطة المية حياة. في رسالة كمان أحب أوجهها لكل مسؤول في البلد دي، عيدوا النظر في اللي انتوا بتعملوه وإلا في القادم أسوأ. عيدوا النظر فيما تفعلوه وإلا القادم أسوأ. المسؤول اللي شايف نفسه مش قد المسؤولية ومش قد التحدي ومش قد المرحلة اللي احنا فيها، روح روح تمام، مش هناخدك غياب ومش هنزعل ولا أي حاجة خالص. حاسس نفسك مش قدها، روح وروح دلوقتي أحسن. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على الحدث الأبرز النهاردة اللي عيون المصريين بتتعلق به، نظرا لأن احنا كلنا مستنيين برلمان 2015، البرلمان الأخطر حقيقي. البرلمان ده بالخطورة بمكان إن لابد إن احنا نركز قوي في تفاصيله. فاصل ونرجع نكمل الكلام. انطلقت في تمام 9 من صباح اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية 2015 في 103 لجنة عامة وعلى مستوى 12496 لجنة فرعية في 13 محافظة من محافظات الجمهورية. في الوقت الذي استمرت فيه عملية التصويت للمصريين في الخارج لليوم الثاني والأخير، يخوض جولة الإعادة نحو 426 مرشحا على 213 مقعدا في 99 دائرة انتخابية بالمحافظات 13 التي تجرى فيها الانتخابات. المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد.
الحقيقة زي ما بيقولوا كده كلها بكرة بس وبعده، وتتضح الملامح النهائية للبرلمان الجديد، برلمان 2015، بعد ماراثون انتخابي طويل. أخيرا الحياة هتعود من جديد إلى المبنى العريق بعد فراغ استمر لأكثر من 3 سنين بعد حل البرلمان بقرار من المحكمة الدستورية العليا. لو تفتكروا سنة 2012 أخيرا هترجع تاني السلطة التشريعية في الدولة علشان تمارس دورها من جديد وتقر السياسات العامة للدولة وتراقب السلطة التنفيذية إلى آخره من هذه المهام المعطلة منذ وقت طويل. البرلمان ده تحديدا بننتظر منه الكثير، لأن هو ببساطة شديدة بيمثل اكتمال خارطة الطريق اللي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 3 يوليو 2013. يعني بتشكيل البرلمان وانعقاده يبقى كده اتنفذت جميع نقاط أو النقاط اللي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح المسار وبناء الدولة بعد ثورة 30 يوليو. البرلمان ده معلقة عليه أمال كبيرة جدا، وكمان بتنتظره أجندة ضخمة جدا. كفاية مثلا إنه في مطالب بمناقشة 400 قانون تم إصدارهم في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس السيسي، من ضمنها قوانين غاية في الأهمية زي مثلا قوانين الاستثمار، النظام المصرفي. 400 قانون دول بقى النواب الجدد مطالبين أنهم يناقشوها من خلال 15 يوم بس من انعقاد جلسات البرلمان. أو المفروض أنه هيحاول يعوض الفراغ التشريعي ده بأقصى سرعة ممكنة، الفراغ التشريعي اللي مصر كانت فيه الكام سنة اللي فاتوا. علشان كده أنا قلت وبقول وهفضل أقول تاني وتالت إن البرلمان ده أهم برلمان في تاريخ مصر. بس نعمل إيه بقى في بعض الناس، ودايما أحب أقول بعض الناس اللي هي مش واخدة بالها أو مش مركزة قوي أو مش حاسة بمدى خطورة البرلمان الجديد وعمق أو خطورة دوره أو الدور المتوقع في تاريخ مصر. يعني رغم ارتفاع الإقبال نسبيا في المرحلة الثانية باعتبار أن هي كانت بتتضمن القاهرة العاصمة، ده طبعا بالمقارنة بالمرحلة الأولى، وده لأسباب منها اختلاف طبيعة محافظات المرحلة الثانية عن محافظات المرحلة الأولى، وكمان كان في تحرك حقيقي لتحفيز الناخبين بعد ضعف الإقبال. أنا بسمع كلمة عزوف دي ما بتعجبنيش، عزوف يعني محدش نزل، لا احنا ممكن نقول ضعف إقبال أو ما كانش ده المتوقع، وما كانش ده المتوقع بالمقارنة بالاستحقاقات السياسية السابقة اللي شفنا فيها مصر كلها كانت نازلة في الشارع. فهي مسألة نسبية تماما. ضعف الإقبال حصل في المرحلة الأولى، لكن على أي حال بيبقى الإقبال ضعيف في غالبية الدوائر. على العموم إحنا اتكلمنا كتير علشان ننبه الناس للنقطة دي وعملنا اللي علينا. إحنا مش دورنا إن إحنا نقول للناس انزلوا انتخبوا انزلوا دلوقتي، لا مش بنعمل كده. إحنا بنوضح الصورة، وكل واحد ليه مطلق الحرية إن هو يعمل اللي هو شايفه صح من وجهة نظره. بس العجيب إننا نلاقي بعد كده اللي قاعد على فيسبوك أو تويتر وعمال بيستنكر وبيستعجب وبيقول إزاي فلان الفلاني يخسر قدام فلان الفلاني. إذا كان أنت أصلا ما شاركتش في الانتخابات فبتستنكر ليه؟ بتدور على ايه دلوقتي؟ انا احب اقول للناس دي او لهذا الشخص اللي بيستنكر النتيجه، لا تلومن الا نفسك. لو كنت نزلت او شجعت اصحابك على النزول كنتوا عملتوا فرق مع المرشح اللي انت شايفه الافضل، ده لو كنت شايف ان في مرشح الافضل. بس في الوقت نفسه انا مش مع المبالغات في الاتهامات العنيفه القاسيه الحاده ضد الناس اللي ما نزلتش الانتخابات، زي التخوين مثلا، دي مسألة غاية في الخطورة، أو إن هو بكده يكون ارتكب معصية كبيرة والعياذ بالله يعني، أو ما شابه. ده كلام الحقيقة لا يعني خارج النص وخارج الإطار، وسبق إن أنا انتقدت هنا في البرنامج هذه الأمور، زي بالظبط ما انتقدت اللي راحوا يتظاهروا قدام سفارات أجنبية علشان ينددوا بمصر وبسياسة مصر وبالانتخابات في مصر. أنت رايح تشتكينا بره ليه؟ مش فاهماك. الانتخابات دي شأن داخلي تماما، شأن مصري تماما، ما عندكش غيرة على مصر للدرجة دي؟ ما فيش نخوة؟ وإحنا بنتكلم في ده وفي ده، لأن إحنا منهجنا هنا في مفتاح الحياة متوازن جدا، والهدف الأول والأخير هو مصلحة مصر نقطة. فاللي منزلش عنده أسباب، الأسباب مش مفترض إن أنا اللي أبحث عنها أو أدور عليها أبدا، الأسباب دي اللي المفروض يبحث عنها الدولة ويتم تحليلها من خلال مسؤولين في الدولة. أنا ممكن أقول إن في بعض الأسباب تبدو منطقية للبعض وتديهم مبرر لعدم المشاركة في الانتخابات، لكن أنا ده مش دوري، دي مش شغلتي.
لابد أن الدولة تبحث الأسباب الحقيقية وتحاول أن هي تعدل هذه الأسباب. تعالوا نشوف سريعا تقرير بيرصد نسبة مشاركة المرأة وكبار السن، لأنه المرأة وكبار السن دي كانت أغلب الفئات اللي مسيطرة على المشهد الانتخابي في التصويت للانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية وكمان في المرحلة الأولى. نجاح لافت للنساء والشباب، هذه الجملة تصدرت ما استعرضه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتقرير شامل حول نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة بلغت 29.83% بما يزيد عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى والتي بلغت 26.67%. كما استعرض التقرير عددا من المؤشرات الخاصة بهذه الجولة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجولة شهدت حدوث تغيير بالخريطة السياسية والنيابية للأحزاب السياسية تتمثل في تقدم مواقع بعض الأحزاب الليبرالية والشبابية، كما احتل عدد من الشباب والنساء مراتب متقدمة وحصلوا على أعلى الأصوات بالجولة الأولى ويملكون فرصا كبيرة للفوز في جولة الإعادة، حيث نجح في دخول جولة الإعادة 18 مرشحة من بين 168 مرشحة في المرحلة الثانية للانتخابات. كما شهدت الجولة انخفاض نسبة الأصوات الباطلة وبلغت 6.8% عن نسبة الأصوات بالمرحلة الأولى والتي بلغت 9.53%، بالإضافة إلى تناقص عدد اللجان الفرعية التي تأخرت مواعيد فتحها. وأكد التقرير على إشادة العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للانتخابات بالحيدة والنزاهة والاحترافية التي أديرت بها الانتخابات وعدم وجود شبهة تزوير أو تدخل حكومي. وأضاف التقرير أن الجولة عكست أيضا ارتفاع عدد المشاركين بانتخابات المصريين في الخارج من حوالي 30,000 بالجولة الأولى من المرحلة الأولى إلى حوالي ما يزيد عن 37,000 بالجولة الأولى من المرحلة الثانية. أما عن المشاركات التصويتية فقد تصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابي بانتخابات المرحلة الثانية لاختيار أعضاء مجلس النواب. لم يكن للسيدات الفضل والنسبة الأكبر في العملية التصويتية فحسب، بل هناك مشاركة نسائية واسعة سواء للمرشحات أو السيدات التي تولين رئاسة لجان انتخابية. وضمن إحصائية مبدئية خرجت عن اللجنة العليا للانتخابات فنسب مشاركة السيدات كانت 4 أضعاف الرجال. وطلب الناخبون كبار السن الشباب بالمشاركة في العملية الانتخابية والتخلي عن العزوف. لازم ينزلوا. لازم ينزلوا. ما فيش وطنية. للأسف الشديد يعني أنا بعتقد إن إحنا جيلنا معرفش ربنا. يا رب يجعل بحق جاه النبي شبابنا حلو ويصلح للشباب ويجعل رمز الشباب. تحية لمصر. وستظل في النهاية قضية مشاركة الشباب في الانتخابات أمرا خلافيا لا يوجد ما يحسمه إذا لم يكن لدينا توزيع عمري للمصوتين في الانتخابات، وطالما بقى الشباب أداة تتنازعها التيارات السياسية المتنافسة ويتاجر بها الجميع. أنا الحقيقة عايزة أتكلم شوية عن إيجابيات شهدتها الانتخابات حقيقي، زي خلوها من التزوير اللي أجمع عليه الكل، وزي نجاح أقباط للمرة الأولى منذ 60 عام في دوائر فردية زي أسيوط والمنيا والعمرانية، وده إن دل على شيء فبيدل على زيادة إدراك المصريين لمفهوم معنى المواطنة وربطه بقدرة المرشح نفسه على خدمة الدائرة الانتخابية أو تمثيل الدائرة تحت قبة البرلمان
بعيدا بقى عن الشعارات الدينية اللي بترفعها بعض التيارات لأهداف سياسية محضة خاصة بها هي وبس. ده كمان انكشف أكتر وبان بعد الفشل الذريع لهذه التيارات في الانتخابات. كذلك من مفاجآت الانتخابات 2015 ما سمي بعودة المزاج المصري للحزبيين، بمعنى أنه كان في ميل واضح لاختيار من ينتمون إلى أحزاب على حساب المستقلين، وده جاء عكس التوقعات، ودي ظاهرة إن دلت على شيء بتدل على إننا نسير في الاتجاه السليم. طيب تعالوا ندخل على الخريطة، خريطة البرلمان، خريطة مبدئية لشكل أو تصور للبرلمان القادم من خلال التقرير اللي جاي، مجرد وضع تصور لشكل البرلمان ونرجع نتكلم على أساسه. من الترقب يشهدها الشارع السياسي مع قرب انعقاد أول جلسة لمجلس النواب القادم المقررة قبل نهاية العام. أسماء كثيرة تطرح بين الحين والآخر بشأن الدائرة التي ستقود البرلمان وتوقعات لا حصر لها حول مستقبل البرلمان. الأسئلة متعددة وسط كل هذا الجدل الدائر، من سيجلس على مقعد رئيس البرلمان؟ من هو زعيم الأغلبية؟ ومن هم على رأس اللجان النوعية؟ أسئلة عديدة ننتظر الإجابة عليها. فانتخابات مجلس النواب لعام 2015 هي أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ 3 أعوام. انتخابات بدأت في 17 و18 من أكتوبر الماضي. برلمان يتألف من 568 عضوا منتخبا، وبلغ عدد الناخبين المسجلين به 55,606,578 شخصا. فعدد من الخبراء السياسيين يتوقعون أن البرلمان الجديد سيغير شكل الحياة الحزبية تغييرا جذريا خلال المرحلة المقبلة. الانتظار أشد من الموت، مثل ينطبق على حال المصريين الآن الذي طفح بهم الكيل. فحالة الترقب لديهم لم تقتصر على ماهية شكل البرلمان الجديد ومهامه، بل امتدت لتشمل توقعاتهم لرئيسه التي ضمت عدة أسماء، منها الرئيس السابق ورئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، وزير العدل المستشار أحمد الزندة، المستشار بهاء أبو شؤة سكرتير عام حزب الوفد نظرا لخبرته السياسية والقانونية. فرئيس البرلمان المقبل لابد أن يكون رجل قانون يعلم جيدا كيفية إدارة النواب وشؤون المجلس، يمتلك شخصية قوية نظرا لعدد أعضاء البرلمان الكبير في هذه الدورة. اختلافات كثيرة بين البرلمان الحالي والقوانين السابقة التي أجريت فيها انتخابات برلمانية، اختلافات برزت في عدد المقاعد وتقسيمها في نظام القائمة. بالنسبة للمرأة، فقد منحها القانون الانتخابي الحالي 56 مقعدا على مستوى الجمهورية، ولكن أيا كانت الاختلافات فكل ما يأمل فيه المصريون برلمان يحقق آمالهم ويقضي على غالبية مشاكلهم ويحقق الاستقرار السياسي ويجذب مزيد من الاستثمارات بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. إسراء سعد، مفتاح الحياة. شكرا إسراء سعد. الحقيقة من خلال متابعتنا للفائزين بالمرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية، خلينا نقول في البداية إن مفيش كتلة حقيقية من النواب لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي تستطيع الجلوس في مقاعد اليمين، وكمان مفيش كتلة واضحة من النواب ممكن إنها تحتل مقاعد اليسار داخل قاعة مجلس النواب، واللي من المتعارف عليه إن هي مقاعد المعارضة. البرلمان الجديد هيغلب عليه وجوه جديدة زي ما بنقول كده كوكتيل، يعني إنجاز التعبير، أحزاب قديمة وأحزاب جديدة،
على نواب مستقلين، بعضهم كانوا نواب سابقين عن الحزب الوطني المنحل بحكم قضائي، بالإضافة لفئات مميزة بموجب الدستور. أما الحديث اللي شاغل الناس، ناس كتير، عن كتلة الأكثرية تحت القبة، واللي بتعنى بالمفهوم القانوني حصول حزب أو ائتلاف على أعلى حصة من المقاعد البرلمانية، دي لسه مش واضحة المعالم إلى الآن. صحيح إن قائمة في حب مصر مثلا باعتبارها القائمة اللي حصدت الفوز في القطاعات الأربعة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي عدد مقاعد 120 مقعد، بتحاول أو بتسعى إلى تشكيل الأكثرية تحت قبة البرلمان من خلال تنسيق بيتم مع بعض الأحزاب أو نواب مستقلين، في نفس الوقت اللي في أحزاب تانية بتحاول هي كمان إنها تتحالف لتشكيل تحالف أكثرية، سواء كده أو كده ما يخليناش أبدا ننسى إنك وإنت بتشكل هذا الكيان لن تعمل لصالح النظام في الدولة، واللي فاكر ده هيبقى غلطان غلطة بشعة. المفروض إن سيادتك بتعمل لصالح الشعب المصري اللي نزل وشارك واختارك. أما لو كنت هترد عليا وتقولي إنك بتعمل كده علشان الدستور هو اللي أعطاك فرصة تشكيل الحكومة في حال إنه تحصل الحكومة المكلفة من رئيس الجمهورية على ثقة البرلمان خلال عرضها لبرنامجها الحكومي، أقول لك حاضر وماله، هصدق الكلام ده، بس نشتغل بقى بما يرضي الله، نشتغل لصالح هذا الوطن، هذا الشعب، لأن إحنا ما بقاش عندنا لا وقت نضيعه ولا عندنا فلوس كفاية تكفي أي خطأ، لأن الخطأ بيكلفنا أموال طائلة وإحنا في عرض 2 جنيه. وهنا أو هنا من يخطئ حقيقي الحساب هيكون عسير، مش مني أنا لا أملك حساب حد، لكن من المصريين. من الظواهر كمان اللي يعني توقفت عندها في خريطة برلمان 2015 هي عودة رجال الأعمال تحت القبة. دي مسألة مش بطالة، يعني مش حاجة سيئة، بالعكس مش بنقول في أي حاجة ولا نقدر، خصوصا أن تصريحاتهم المتداولة إلى الآن في وسائل الإعلام بتشير أن لديهم خطة تشريعية تحت القبة للنهوض بالاقتصاد المصري. أبرز رجال الأعمال اللي هنشوفهم في برلمان 2015 هم النواب طلعت السويدي عن حزب الوفد، سحر طلعت مصطفى ومحمد السويدي، محمد فرج عامر، محمد مصطفى السلاب عن قائمة في حب مصر. يمكن نكون ذكرنا هذه الأسماء تحديدا، وهي أسماء بارزة في عالم الاقتصاد، وبنأمل من وجودهم تحت قبة البرلمان إن هم يحققوا المعادلة الصعبة في ربط التنمية بمشاريع اقتصادية اللي منها توظيف الشباب المصري اللي بيعاني من البطالة، وفي نفس الوقت تكون هي سند وداعم للدولة المصرية من خلال تشريعات تحقق النمو الاقتصادي المطلوب اللي هيعود على المواطن المصري، وبالأخص المواطن البسيط اللي استنى كتير واحتمل كتير واللي لسه عنده أمل في أن خير البلد يكون ليه. لكن الظاهرة الحقيقة اللي كانت مفزعة شوية أو كانت بتمثل يعني مشهد شاذ في الانتخابات دي تحديدا، لانه كان وارد ان احنا نشوفها قبل كده كتير، لكن الانتخابات دي ما كناش نتمنى ابدا ان احنا نشوف هذا المشهد. انا بتكلم عن المال السياسي، سطوه المال السياسي، بتكلم عن الرشاوه الانتخابيه. تعالوا نشوف شكل من اشكال الرشاوه الانتخابيه ونرجع تاني نكمل. بورصة شراء أصوات الناخبين المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. استخدم العديد من المرشحين في دوائر القاهرة بالأخص، والبالغ إجمالها 24 دائرة انتخابية، جميع أنواع الرشاوى الانتخابية، بدءا من توزيع الوجبات على الناخبين، مرورا بسماسرة الانتخابات الذين يقومون بتأجيل الميكروباصات والتكاتك بهدف نقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. سوب ب50؟ طب احنا معانا 14 بطاقة. ليه يا عم؟ انا سامع اللي هو ب100 والصبح كان ب200 جنيه والدنيا خربانة خالص. ما بيقول لك كان كلها شباب.
بل وصل إلى توزيع أموال على الناخبين مقابل الحصول على أصواتهم، وذلك في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان الانتخابية لأبوابها. ورغم حالة الإقبال الضعيفة التي شهدتها دوائر محافظات المرحلة الثانية في جولة الإعادة اليوم، إلا أن بورصة شراء الأصوات لم تتوقف، حيث تراوحت الرشاوى الانتخابية من 200 جنيه وصولا إلى 1000 جنيه، وتراوحت الرشاوى العينية بين توزيع السلع التموينية وحلوى المولد ووجبات الكباب والكفتة. رشاوى لم تقتصر على الناخبين فقط، بل امتدت إلى رؤساء اللجان. أنا يلزمني إيه؟ أنا أرضيك تبص مليوك إيه؟ أنا يلزمني كم لحلوح اللي بقضى منك؟ الذين أعربوا عن نزاهتهم برفضهم لها. ورغم تصدي رجال الشرطة والجيش لمحاولات خرق المندوبين للصمت الانتخابي، إلا أن التجاوزات استمرت حتى نهاية اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية. الحقيقة دي ظاهرة محتاجة لتعامل مباشر معها، لأن هي كانت من أكثر التجاوزات الانتخابية في هذه المرحلة، علشان كده لازم يتم إيجاد حل وفوري وحازم وحاسم. ليه؟ إحنا غلبنا نتكلم مع الناس إنه اللي النهاردة هيدفع لك فلوس ويشتري صوتك هيفضل حريص إن أنت تبقى في حالة عوز مستمر عشان يقدر يشتريك 1000 مرة بعد كده، يعني عمره ما هيحقق لك اللي أنت عاوزه. لأن أنت لو استريحت وكلت وشربت ولبست وعيالك دخلوا مدارس وتعالجت وبقى كله تمام التمام، هيجي ينزل الانتخابات اللي جاية هيجي يديك فلوس هتقوله لا يا عم الله الغني، مش هيعرف يشتريك تاني. صدقني اللي بيعتمد على السياسة دي ما بيبطلهاش أبدا، وبيفضل حريص إنك تفضل في نفس المستوى عشان يشتريك 1000 مرة بعد كده. وإحنا قلنا قبل كده أصوات المصريين أغلى من إن هي تباع وتشترى. أصوات المصريين غيرت واقع في مصر مرة واتنين، وكمان غيرت نظرة العالم كله لينا. الصوت المصري غالي وما يصحش إن إحنا نبيع ونشتري فيه. في كمان مشهد مهم أو يستوقفني كان على مواقع التواصل الاجتماعي لطابور من الناخبين في حي بولاق. تعالوا نشوف الطابور ونشوف إيه اللي بيحصل فيه. طيب ده بيوزع عليهم أكيد مش تذاكر للسينما، يعني المشهد واضح. بصوا الورقة قد إيه، 200 دي يا شباب ولا كام؟ دي يعني ما قدرناش نلمح كده الورقة بكامل الناس دي بتوزعها. دي طلبة في المدارس؟ لا، ولبس مدرسة يبقى مش معاها، لسه ما تمتش 18 سنة ولا ايه؟ معدية ثانوي؟ طيب المشهد علي الأحوال مش محتاج تعليق، المشهد قاري نفسه، فالكلام ده عيب وحرام. ماشي، المعارضة تحت القبة دي، ده موضوع مهم. المعارضة مهمة، وبس ما تبقاش معارضة من أجل المعارضة وخلاص عشان أقول إن أنا معارض. المعارضة لابد إن هي تكون بتستند لأسس وقواعد ثابتة ومبادئ ثابتة وقيم إنسانية وأخلاقية، وفي الأول في الآخر بيحط الإطار حب البلد لا أكتر ولا أقل، والولاء للشعب لا أكتر ولا أقل. كتير من النواب الملقبين بنواب المعارضة غابوا عن برلمان 2015، ده لعدة أسباب. ممكن يكون أن بعضهم فشل في حصد المقعد الانتخابي بسبب سطوة المال السياسي اللي احنا لسه متكلمين عنها، وده كان بيمثل الحقيقة تحدي حقيقي للكثيرين في كتير من الدوائر، وتحديدا في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات. ممكن البعض الآخر خاض معركة شرسة انتهت بتكسير عظامه، إما بشائعات طالته أو بتربيطات ما بين منافسيه على نفس المقعد. وسلام بقى لو كانوا المنافسين دول من كوادر الحزب الوطني، ده عالم محترفة من زمان. في فئة تالتة من نواب المعارضة فضلوا ان هم يبتعدوا من البداية، جايز يكونوا قاريين المشهد بطريقتهم بشكل مختلف او عندهم حساباتهم هم الخاصة، فقرروا ان هم لا، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح زي ما بيقول، فبعدوا.
عموما مش لازم يكون توصيفك كمعارض انك تعارض الدولة وتعارض خطط الدولة وتعارض حكومة الدولة على طول الخط بالمجان، لان الاخوان كان في ناس فضلت طول عنهم لفترة طويلة او توصفهم بانهم نواب معارضة، هما لا معارضة ولا يحزنون. والنتيجة انه لما سنحت ليهم الفرصة باعتلاء كرسي الحكم استمروا في ارتكاب كل الجرائم الممكنة على كافة المستويات، يعني بالبلدي كده استغلوا توصيفهم كمعارضة علشان يعتلوا مشهد 25 يناير ومنها للاستفتاء على الدستور وبعدها البرلمان وبعدها الرئاسة، وظهرت أطماعهم وسياستهم الفاشية تجاه المجتمع المصري وبالتالي تجاه مصر. احنا مش عايزين المشهد ده يتكرر، احنا عايزين يبقى عندنا معارضة حقيقية تعارض الباطل لما يكون في سياسات بتهدم مش بتبني. وما ينفعش ان انا اقول كذا ده غلط، لا لازم اقول كذا ده غلط ليه ويتصلح ازاي وامتى واشارك في الاصلاح عشان اكون موضوعية. نسقف ونأيد لما تراقب اعمال الحكومة وتشوف انه زي ما في وزير ومحافظ فاشل في مكانه في كمان نموذج جيد لابد ان ننحني ونرفع له القبعة. على فكرة انا عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة، وانا براجع لائحة مجلس النواب القديمة اللي مفترض ان هي تتعدل بموجب الدستور مع انعقاد جلسات البرلمان، استوقفتني حاجة مهمة جدا، انه الادوات الرقابية الممنوحة لكل نائب بدءا من طلب الاحاطة وانتهاءا بالاستجواب يجوز لكل نائب استخدامها لمراقبة ومتابعة اعمال الحكومة. يعني برضو بالبلدي حكاية الحزب الوطني اللي كان حزب الرئيس انتهت الى غير رجعة، ما فيش في الدستور حزب اسمه حزب رئيس، والرئيس السيسي لا ينحاز لحزب على حساب حزب آخر. لابد ان احنا نعي هذا المعنى جيدا يا بتوع الائتلافات، الرئيس عايزكم تشتغلوا صح، يبقى في برلمان حقيقي يساعده هو في انجاز التشريعات، يكون عين ورقيب وحسيب على اداء الحكومة. طبعا في الخريطة دي ما نقدرش ابدا ننسى الفئات المميزة. الحقيقة من إيجابيات الدستور المصري دستور لجنة الخمسين أنه ألغى نسبة 50% عمال وفلاحين وعمل حصص للفئات المميزة في المجتمع لتمثيلها داخل مجلس النواب اللي هم المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة العمال والفلاحين والمصريين في الخارج. والجميع الحقيقة بيرتقي أنه كان لابد من تمثيل هذه الفئات تحت قبة البرلمان. الفئات دي تم تمثيلها على القوائم الانتخابية وبعضها وبالأخص من المرأة والشباب فضل إن هو يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية ونجح وحقق معادلة صعبة في المرحلة الأولى، يمكن لمسناها بنفسنا بعد فوز 5 سيدات في المرحلة الأولى على مقاعد الفردي في دوائر انتخابية كنا بنصنفها إحنا بأنها دوائر الرجال لأن دايما المنافسة فيها بتكون ذكورية. طيب الكلام ده جميل جدا، بس السؤال اللي يوجهه أو اللي أنا هوجهه لنواب مقاعد الفئات المميزة، أنتوا عارفين الدستور ليه ميزكم؟ أقول لكم أنا ليه، عشان تبقوا صوت تحت القبة لفئات فضلت مهمشة لسنوات طويلة. يعني المقعد البرلماني مش منصب شرفي أو شعار قبة المجلس اللي سيادتك هتروح تستلمه وتجري بسرعة تقوم حطه على عربيتك عشان يفتح لك كل الأبواب المغلقة في أي مكان تروح فيه، لا مش كده الموضوع، مش كده خالص. يعني كل واحد منكم في مكانه تحت القبة بجانب أعماله الرقابية مطلوب منه اقتراح التشريعات اللي تخدم الفئة اللي هو بيمثلها تحت قبة البرلمان. وما تنسوش دي بروفة مبدئية لبرلمان 2020 اللي مش هيكون فيه أي نوع من التمييز لأي فئة من الفئات السابق ذكرها. آخر نقطة عايزة أتكلم عنها، فكرت أن احنا نطلق من برنامج مفتاح الحياة وثيقة العهد. الوثيقة هيكون طرفيها احنا كفريق عمل برنامج مفتاح الحياة وحضراتكم نواب برلمان 2015. الوثيقة دي هتبقى عهد بيننا وبينكم اننا هنفضل عين إعلامية حقيقية بتنقل الصورة بمهنية وأمانة وشفافية كل ما يدور تحت قبة البرلمان، سواء من خلال متابعتنا لأدائكم التشريعي في اللجان أو الجلسات البرلمانية، نرصد استخدامكم وتفعيلكم للأدوات الرقابية الممنوحة ليكم بموجب الدستور بكل شفافية وبكل نزاهة ولا نملك غيرها. الغرض مفيش غرض
غير خدمة مصر، وإن إحنا ندق ناقوس الخطر إذا كان والعياذ بالله في خطر. وعلى فكرة هذه الوثيقة اللي بيننا وبين حضراتكم يا سادة يا نواب في البرلمان لا تتعدى حصانة النائب، أصل زي ما حضرتك المفروض أنك تكون رقيب على الحكومة، إحنا كمان دورنا كإعلام أن إحنا نتابعك وبشكل إيجابي نسقف لك لما تحقق المطلوب منك كنائب تحت القبة، وإلا إحنا أسفين ما تزعلش مننا. في الحقيقة عايزة أختم كلامي بلمحة مهمة قوي، هي لمحة إنسانية قامت بها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، استجابوا فيها لنداءات بعض المواطنين لتوصلهم لمقرهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. الناس دي ما كانتش عارفة تروح للجنة عشان تدلي بصوتها، ففي لفتة جيدة جدا ورقية جدا من قبل وزارة الداخلية. تعالوا نشوف ونرجع نكمل الكلام. اتصلت بقطاع حقوق الانسان، بصراحه الناس ما تاخروش، انا يا دوبك اتصال والله ما بيسيبوني على طول وطول الليل، وجابوا لي كل حاجه، وانت هنجيب لك الاسعاف، وجابوا لي كل حاجه، وفي المره الاولانيه نفس الطريقه المره الثانيه والله، وربنا يخليكوا لينا يا رب، وتحيا مصر. وانا بصراحه طلبت حقوق الانسان عشان الاعاده، وطبعا الناس ما تاخرتش عليا، واول ما طلبتهم جم حضر وشرفونا طبعا، وجم خدوني وودوني اللجنه وكل حاجه، وسبت المستشار طلع عربيه الاسعاف وقال لي مين، وكلمت مع حضرتك، وانا بشكر الجميع يعني بمعنى اصح، مش عارف اشكر مين ولا مين ولا مين، وانا ما عنديش كلام اقوله انا اكثر من كده. لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم في مفتاح الحياة، ومتابعة لآخر محطة في المشهد الانتخابي من خلال إجراء الجولة الثانية من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، واللي بعدها هيبدأ مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية اللي الكل بيأمل أنه يكون فيها كل النواب على قدر كافي من المسؤولية تحت قبة البرلمان. خلونا في البداية نرحب بضيوفي الكرام، نورينا في الاستوديو دكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم. ودكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. دكتور إكرام أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بك. يعني أنا في البداية وإحنا بنتكلم عن ساعات ربما بتفصلنا عن انتهاء المشهد الانتخابي بأكمله بمرحلتيه الأولى والثانية، عايزة أسمع تقييم حضرتك للمشهد. احنا إذا نظرنا إلى الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل وهو تشكيل مجلس النواب، نجد أن المرحلة الأولى شهدت تشكيل نواب عن 14 محافظة، المرحلة الثانية 13 محافظة بتم الجولة الأولى وفي جولة الإعادة حاليا. ده من الناحية العددية أو التقسيم العددي. من ناحية التقييم للمرحلة الحالية أنا أحسب أنه من لازم التريث إلى حين تجاوز الساعة 9 مساء باكر، لسبب بسيط، لأن طبعا أنا أعني 9 مساء طبعا، سبب بسيط هو أن الكثافة التصويتية
بتتغير من وقت إلى آخر. وعادة في اليوم الثاني ممكن الكثافة التصويتية تزداد، وفي النصف الثاني من اليوم التالي بتزداد أكثر فأكثر. دي واحدة. فإذا نظرنا إلى الفترة التي أو الـ 14 محافظة اللي أعلن النجاح فيها، بنجد من منظور النسبة العددية الخاصة بالمشاركة في التصويت حسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتتراوح النسبة دي نحو 30% تقريبا. أنا أرى كمراقب أن 30 إلى 40% تشكل نسبة عالمية. ده في المعتاد أن الانتخابات التشريعية عادة عدا بعض الاستثناءات ممكن ترتفع النسبة وممكن تهبط النسبة إلى أقل من كده. إنما في أسباب نقدر نؤكد عليها. إحنا كنا حريصين في وقت وضع الدستور المصري، أنا كنت شرفت وأني كنت عضو لجنة خبراء إعداد الدستور، كنا حريصين على أن القيد في قواعد بيانات الناخبين يكون تلقائي، يعني لا يتوقف على طلب من الناخب نفسه. بعض الدول العربية من يعني مثلا على سبيل المثال تونس الشقيقة ولها دستور بعد الثورة التونسية، القيد بناء على طلب المواطن وليس قيدا تلقائيا. إنما احنا عندنا كنا حريصين على القيد التلقائي. القيد التلقائي ده رفع عدد هيئة الناخبين، يعني بتصل لنحو 55 56 مليون تقريبا. في مجموعة أضيفت مثلا في عام من 14 ل 15 ممكن 2 مليون تقريبا، يعني دول كلهم صغار السن، يعني اللي وصلوا إلى 18 سنة. الأعداد دي يمكن لديها أن يكون عدم معرفة كاملة بالحقوق السياسية والمباشرة. فالمستخلص من ذلك في دول القيد التلقائي النسبة الخاصة بالمقترعين بتقل، لأن الأعداد بتاعت قاعدة البيانات بتكون بدأت تزداد. هذا أمر. الأمر الآخر أنا تلاحظ لي أن نسبة الشباب كانت مرتفعة في المرحلة الأولى، لأن احنا عملنا في مركز دعم القرار في مجلس الوزراء ندوة وورشة عمل تقييمية لهذا الأمر، على خلاف ما يقال أن الشباب مش متواجد. لا، الشباب النسبة كانت موجودة بشكل يدخل في حدود المعقول، النسب المعقولة. الأمر الآخر حتى فيما يتعلق بالمرحلة الحالية، جولة الإعادة في المرحلة الثانية، هنا أنا أعني هل هناك أي تزوير حصل؟ الظروف الخاصة بالمتابعة سواء على مستوى الداخل أو الخارج، على مستوى مراقبين رسميين ومراقبين غير رسميين، يعني غير مرخص لهم، الإذاعات والمحطات التلفزيونية العالمية كلها أكدت أنه لا يوجد تزوير على الإطلاق في المرحلة الأولى. ويمكن المراقب الإعلامي المصري وحضرتك منهم يلحظ ذلك. ده بالنسبة للأمر ده. موضوع المال السياسي، طبعا احنا ندخل في قضية المال السياسي هتتعلق بموضوع آخر قريب منه اللي هو الدعاية الانتخابية. هنتكلم طبعا عن تفاصيل هذه الأمور. بس أنا عايزة الحملة بس يعني كرؤية الحملة الانتخابية إجمالا، يعني في مخالفات ما حدش يقدر يقول طبعًا. ان احنا في مجتمع هنتطرق لكل ده. انا عايزه بس انطباعات اولى، يعني فقط انطباعات اولى ولسه قدامنا يعني كلام كتير. يقينا الحملات الانتخابيه يمكن ان يكون هناك تجاوز، ولكن التجاوز ما بيصلش لحد البطلان، يعني مش بالضروره ممكن القناه هنا يحصل منها تجاوز، انما ما يصلش لحد ان انا اخد اجراء عنيف مع القناه. ده اللي اللجنة العليا عملت هذه الإجراءات، وبالتالي التجاوزات التي كانت موجودة لم تصل لحد البطلان. هو ده هذا هو الذي أقصده. أنا ضربت مثالا بالقناة هنا مش لأنها عملت كده، أنا أضرب مثالا بما أنا فيه وأنا ضيف عليه. إذا حدث ذلك بتبقى تجاوزات بسيطة
مش اي تجاوز يقوده الى بطلان. ده اللي انا عايز اوصل الى المشاهد الكريم هذه الفكرة. تمام. في امر اخر، التشكيل، هذه ارادة الناخبين. لإرادة الناخبين ولا اعتراض على إرادة الناخبين، لكن أنا عايز أؤكد يمكن فرصة النهاردة من خلال منبر حضرتك وهذه القناة المتميزة، إن لازم المقترعين هيئة الناخبين يدركون حقيقة هامة، هي إن النتائج بتعلن بالأغلبية المطلقة لعدد اللي اقترعوا مش بعدد المقيدين. يعني بمعنى آخر، لو في تقاعس أيا ما كان التقاعس ده، وشخص قدر يعني يحشد أشخاص أو أن له حشود أو أن له مؤيدين راحوا بشكل تلقائي، إذا كان 100 هم اللي راحوا بس، خد 51 صوت هينجح. فيعني الدعوة لهيئة الناخبين أن تصطف أمام صناديق الاقتراع. تمام. دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أعتقد أنه يعني لازم برضو أفهم انطباعات حضرتك، يعني كان انطباعات أولى دون تفاصيل، يعني إحنا لسه نسهل في التفاصيل لاحقا. انطباعات أولى أو يعني سمات عامة. أيوة. الانتخابات، يعني طبعا هو لوحظ في هذه الانتخابات بعض السمات الأساسية، يمكن وحتى فيها بعض السمات التي لم تكن متوقعة، ودي اللي أنا بسميها من مفاجآت الانتخابات. يعني تشوفي حضرتك كانت كل التوقعات قبل إجراء الانتخابات بتشير إلى تقدم المستقلين وبنسبة كبيرة على الأحزاب. وحتى كان البعض بيتساءل وبيطرح يعني تساؤلات إن ده ممكن يصير مشاكل، طب وإزاي هنبقى في أغلبية إذا كان الأغلبية هيبقى مستقل، يعني أغلبية داخل المجلس، إذا كان هيبقى اللي ناجحين نسبة كبيرة منهم من المستقلين، إزاي هيتم تشكيل الحكومة. إنما الانتخابات جاءت على الأقل إحنا النتائج اللي عندنا بتاعت المرحلة الأولى اللي نقدر نتكلم عليها الآن بيقين، يعني نتائج الانتخابات أسفرت عن تقدم الأحزاب على المستقلين، وكانت النسبة لو خدناها بنسب مئوية 50.3% لصالح الأحزاب مقابل 49.7% للمستقلين. ودي ظاهرة ما كانتش متوقعة. إنما يعني يبدو السؤال أيضا ما تفسير ذلك. ده تفسيره يعني أنا في رأيي ليس قوة في الأحزاب وفجأة حصلت، إنما ربما الأحزاب استطاعت أن تستقطب مرشحين كانوا على مقاعد فردية، كانوا مترشحين كمستقلين، واستطاعت الأحزاب أنها تستقطبه. وده اللي احنا بنسميها أو الظاهرة اللي بيطلق عليها البعض بيسميها ظاهرة شراء المرشح. يعني كان المألوف وفي عقود سابقة وفي فترات زمنية طويلة إن يعني بيقول لك والله إحنا بندي يعني المال بيأثر على الناخب بشراء الأصوات. إحنا هنا وجدنا ظاهرة أخرى جديدة يمكن مستحدثة مش مألوفة قبل كده، اللي هي شراء المرشح نفسه من قبل الأحزاب. حتى ده يمكن أثر بعض الخلافات بين الأحزاب، وإن مرشح يذهب إلى الحزب ألف وبعدين يتم استقطابه من الحزب به، فده كان عامل شوية مشاكل. إنما ده قد يكون تفسير التقدم الطفيف للأحزاب. هذا التقدم الطفيف أنا أيضا في رأيي أنه بيأثر على المرحلة الثانية. إحنا طبعا مش بنذكر أسماء أحزاب لأن عارف فترة صمت انتخابي، فمش بنذكر أسماء ولا حاجة، لما نتكلم في المطلق يعني. فتلاقي حضرتك أن هذا الفارق الضئيل بين الأحزاب والمستقلين ربما بيؤدي إلى أن كل طرف بيحتشد أكثر في المرحلة الثانية. يعني من فاز بفارق ضئيل عاوز يحافظ على الفارق ده ويمكن يزوله، واللي تراجع بفارق ضئيل يريد أيضا أن يعود هذا الفارق وربما يزيده. فدي أيضا أحد السمات اللي كانت موجودة في الانتخابات وكانتش متوقعة. ربما في سمة أخرى تلاقي حضرتك تقدم الأحزاب حديثة النشأة على أحزاب عريقة، يعني تلاقي فيها أحزاب قالها فترة طويلة عدة عقود مع ذلك كان أدائها إما متراجع. هو حزب واحد الحزب العريق، يعني قصدي حتى في أحزاب عريقة يعني في الكلمة المرحلة الأولى دلوقتي على الأحزاب التاريخية اللي ميزة التنافسية عندها أنها حزب تاريخي بالضبط، وفي أحزاب جديدة ولكن ميزة التنافسية عندها فلوس. فكل واحد عنده يبقى حدث، يعني نقول تقدم لأحزاب كانت حديثة النشأة يعني بقى لها سنتين ثلاثة أو كده، بينما تراجعت أحزاب عريقة. الأحزاب العريقة اللي تراجعت، كل ده بنتكلم عن المرحلة الأولى وتحليلها، الأحزاب اللي تراجعت في المرحلة الأولى
قد تكون تراجعت تراجعا مطلقا، يعني في احزاب عريقه ما خدتش ولا مقعد، او تراجعت تراجع نسبي. بعض الاحزاب تراجعت تراجع يعني خدت مقاعد وخدت نسبه، انما ربما كانت اقل مما كان متوقع باعتبارها احزاب عريقه. وان كان ده يعني يمكن في المرحله الثانيه قد لا يستمر نفس الاتجاه، وخصوصا بالنسبه للاحزاب التي حصلت على نسبه يمكن اقل مما كان متوقع، لان قد يكون لها بقى معاقل تصويتيه في المحافظات بعد المرحله الثانيه. اعتقد يعني ان القاهره العاصمه يعني لا تزال رمانه ميزان في هذا الامر. صحيح، يعني هو في يعني عده محافظات الحقيقه اللي هيفوز فيها في المرحلة الثانية ممكن هياخد يعني نسبة كبيرة من المقاعد. يعني تشوفي حضرتك محافظة القاهرة اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه أحد هذه المحافظات، إنما أيضا محافظة الغربية، القاهرة بالمناسبة لها 49 مقعد، يعني محافظة الغربية، محافظة الشرقية، محافظة الدقهلية، محافظة القليوبية، المحافظات دي اللي هياخد فيها نسبة كبيرة دي هتدفعه إلى التقدم. وبالتالي حتى أنا ممكن يعني أجمعهم في كتل. يعني لو الأحزاب استطاعت أن تتقدم في هذه المحافظات يبقى هتتقدم على مستقلين. مش طبيعي في علاقة طردية ما بين زيادة كثافة السكان في هذه المحافظة وبين زيادة الكتل التصويتية. ده صحيح، ولكن يبقى السؤال من الذي سيستطيع أن يحصل على هذه الكتل التصويتية. يمكن من سمات هذه المرحلة أيضا هذه الانتخابات إن تلاقي حضرتك إن في يعني بعض الأحزاب اللي نقدر نقول كان أدائها يعني مفاجئ، يعني في أحزاب حصلت على نسب يعني جيدة رغم إن ليس لها خبرة، يمكن بتخوض الانتخابات لأول مرة، ليس لها خبرة كبيرة بالعملية الانتخابية، وبالتالي دي أيضا قد تكون أحد العوامل اللي تؤثر نتيجة الانتخابات. أنا عاوز أقول أيضا إن إحنا دلوقتي وإحنا بنقترب من إنهاء الاستحقاق الثالث، وده كان يعني طريق صعب الحقيقة. إحنا بقى لنا 3 سنين ليس لدينا برلمان على الإطلاق، فإحنا دلوقتي بنقترب، وكانت العملية صعبة وكان في تشكيكات والبعض يقول لا ده مش يعني الحكومة مش عاوز تعمل برلمان وإلى آخر هذا الكلام. فإحنا بنقترب دلوقتي من نهاية مرحلة صعبة، مرحلة اللي بنسميها بالمصطلحات السياسية كان فيها فراغ مؤسسي، يعني عدم وجود البرلمان كان نوع من الفراغ المؤسسي، فكان لازم يستكمل، ودي كانت عملية صعبة مش سهلة الحقيقة في ظل الظروف والتغيرات اللي بتمر بها مصر، وفي ظل الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية اللي مصر بتواجهها. فأن يتم هذا الإنجاز فده تحدي صعب، إنما يبقى الأصعب وهو ما سيأتي بعد كده. يعني الانتخابات على صعوبتها هننتهي منها إن شاء الله في خلال ساعات قادمة، إنما في رأيي أن المهمة الأصعب هي ما بعد الانتخابات وداخل البرلمان. صحيح، هي دي المهمة الأصعب اللي كلنا يعني بتتعلق عيون المصريين بشكل أو تشكيل البرلمان الجديد، لأنه هو هيكون محدد للعديد من الأمور على كافة المستويات في مصرنا الحبيبة. هنروح لفاصل، هنرجع بعده نتكلم تحديدا عن بعض النقاط، نتكلم عن قوة المرشحين اللي كانوا بيتنافسوا في المعركة الانتخابية، عودة بعض الوجوه القديمة إلى المشهد الانتخابي من جديد، ما له وما عليه، بورصة شراء الأصوات، غلبة المال السياسي على المشهد، ويمكن نتكلمنا فيه منذ قليل صوت وصورة كمان، انه في بعض المتخصصين بيرتقوا انه اللجنه العليا للانتخابات اخفقت في بعض النقاط، زي في تخبط في القرارات، في ازمه في الكشوف الطبيه، التغاضي عن بعض الاخطاء اللي ارتكبها بعض المرشحين، عدم تقديم كشف رسمي بتخطي بعض المرشحين للسقف المالي المحدد له، وحتى بعض المرشحين اللي تم تحويل ملفاتهم للنيابه بخصوص موضوع السقف المالي رفضوا الاعلان عن دوائرهم او اسمائهم حتى فكرة أنهم يكونوا عبرة أو يكونوا عظة لغيرهم. هنتكلم في كل هذه الأمور وأكثر بعد فاصل. والحقيقة الحوار ساخن جدا حتى في أثناء الفاصل، لأنه في العديد من النقاط يعني اللي استوقف الدكتور صلاح ودكتور إكرام على حد سواء، فيعني خليني أسمع نقطة مهمة جدا كنا بنتكلم فيها مع دكتور صلاح. لا هو أنا قصدت، أنا طبعا استمعت بعناية للي قاله الأستاذ دكتور إكرام،
فيما يتعلق بأن الأحزاب بتشتري مرشح، إن كان ذلك على مساحات واسعة وأثر في النسبة اللي جعلت أن الأحزاب ياخدوا على الأقل، احنا نتكلم على المرحلة الأولى، أكتر من المستقلين بمساحة يعني كبيرة تذكر، يبقى معنى ذلك ده مؤشر خطير في ظني أن ده سباق مستقلين وليس سباق حزبي. إن السباق الحزبي لابد له أن يكون بناء على البرامج الحزبية، إنما مش بناء على انتقاء أشخاص بذواتهم، لأن أنا هختار الأستاذة إيمان، اختار الدكتور إكرام، يبقى دي معناها أن دي مسألة أضحت في إطار السباق حول المستقلين. وهل هو تحت قبة البرلمان هيلتزم ببرنامجه هو كمستقل ولا ببرنامج الحزب؟ لا يقينا ما يقدرش يغير، إذا كان حزبي ما يقدرش يغير وإلا تسقط العضوية عنه. إن أذنتي حضرتك إن ضمن الحالات الخاصة بإسقاط العضوية تغيير الانتماء الحزبي اللي انتخب على أساسه، ما يقدرش. بس برضه هيظل في عقبة يا أستاذ زيمان، عقبة إجرائية، إن إسقاط العضوية دي عايزة قرار بأغلبية تلتين الأعضاء على الأقل، وأغلبية التلتين دي أغلبية عسيرة في أحوال كثيرة، حتى في القوانين المكملة للدستور تطلب أغلبية تلتين ديت هتشكل عقبة إجرائية، فممكن يغير الانتماء الحزبي، يقترع على إسقاط العضوية أغلبية التلتين ما تحققش ده أنه موجود. يعني دي مسألة هتظهر نتائجها يعني تحت القبة، زي ما حضرتك قلتي في نهاية الجزء الأول، أن تحت القبة حينما يلتئم البرلمان هتحدث أشياء كثيرة، شكل البرلمان، القرارات اللي هتتاخد وما إلى ذلك. تمام. كنا بنتكلم في يعني مجموعتين من المشاهدات. المجموعة الأولى اللي اتكلمنا فيها كنا بنتكلم عن قوة المرشحين اللي كانوا بيتنافسوا في المعركة الانتخابية، عودة بعض الوجوه القديمة إلى المشهد مرة أخرى، عودة مقنعة أو مقننة أو على استحياء، بورصة شراء الأصوات وغلبة المال السياسي على المشهد، واعتقد انه دي كانت يعني فاجعة، كل الناس يعني استشعرت يعني حالة من الاستياء الشديد من هذا الأمر، حتى المرشحين أنفسهم ده كان بيشكل تحدي حقيقي قدام كتير منهم. تمام. يعني هو سمحتي لحضرتك انا بس يعني مداخلة بسيطة مع أستاذنا الدكتور صلاح في الموضوع، يعني انا عاوز اقول ان العملية الانتخابية في مصر يعني نقول لعقود طويلة سابقة، يعني مش النهاردة، مش في هذه الانتخابات، تلاقي حضرتك ان الناخب بيميل الى اختيار الشخص اكثر مما يختار الحزب. يقينا يقينا. ولو شخص مقتنع به وانضم الى حزب فهو بيعطي صوته لهذا الحزب، لهذا الشخص، وليس لهذا الحزب. يعني انا عاوز اقول هنا ان شخصنة العملية الانتخابية ده أمر مألوف في الانتخابات المصرية. إحنا وده أيضا بيفسر بالأحزاب، إن الأحزاب ضعيفة في رأيي، وضعيفة نقدر نحكم عليها موضوعيا إزاي؟ ضعيفة لأن برنامجها لا يستطيع أن يصل إلى الناخب ويقنعه، بحيث إن الناخب يختار بناء على هذا البرنامج. يعني إحنا لاحظنا في هذه الانتخابات في المرحلة الأولى ان ناس كتير قوي ناخبين وفي دوائر مختلفه ومتعدده، يعني حد يسالهم انت هتختار مين، يقول لك انا مش عارف المرشحين، عنده وجوه جديده بالنسبه له، او عنده 30 40 مرشح ما يعرفش منهم ولا واحد. طيب الحكايه دي كان ممكن تكون محلوله في نظم اخرى او في دول اخرى، ان انا والله انا مش عارف ولا واحد من المرشحين كاشخاص، انما انا مقتنع ببرنامج الحزب الف، فانا بختار مرشح الحزب الف حتى لو انا ما اعرفهوش. احنا عندنا الحيره اللي حصلت للناخبين بالذات من كلام المرحله الاولى، تلاقي حضرتك لا هو عارف اشخاص المرشحين في حالات متكرره، ولا هو مقتنع بحزب معين وعارف البرنامج بتاعه بحيث انه يقدر يختار مرشح هذا الحزب. فدي النقطه اللي بتعكس ضعف الاحزاب. يعني يوم ما نصل ان الناخب المصري يقدر ينتخب المرشح حتى لو كان مش عارفه كشخص، إنما يختاروا الانتماء الحزبي، يبقى الأحزاب بقت قوية. لو وصلنا لهذه المرحلة يبقى ده بيعبر عن قوة الأحزاب وقوة برامجها
وقدرتها على الوصول بهذه البرامج الى الناس. هنا ده هيوصلنا لمعادلة ايهما يستقوي بالاخر، هل المرشح بيستقوي بالحزب وخلفيته وتاريخه، ولا الحزب هو اللي بيستقوي بالمرشح اذا كان زي ما احنا بنقول عليه بابليك فيجر او شخصيه عامه؟ لو بنتكلم يعني عن هذه التجربه، ومش لازم حتى بابليك فيجر، انما يعني يكون بس معروف في دايرته بس على مستوى الدايره، له شعبيه او الناس بتحبه او شيء من هذا القبيل. انما يعني انا في رايي لو احنا بنحكم على هذه الانتخابات، فان يبدو الامر ان الاحزاب هي اللي بتستقوى بالاشخاص تمام وليس العكس. جيده النتيجه يعني ما فيش مانع منها، وربما تسفر عن شيء ربما يعني. ربما النقطه الثانيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، الوجوه القديمه وعودتها للمشهد. عوده بعض الوجوه القديمه، يعني هتشوفي حضرتك، وده حصلت في بعض الدوائر او في حالات متكرره ايضا يعني مش في دايره واحده ولا كده، ظاهره بالظبط يعني ظاهره متكرره. تلاقي حضرتك ان بعض المرشحين ربما كان منهم من ينتمي الى نظام سبق اسقاطه او حزب سبق اسقاطه. طيب السؤال هنا ايضا احنا لازم ناخد الامور بحذر، يعني ما ننجرفش قوي والله ده مش عارف الفلول نجحوا ده كده او كذا، الامور مش بتؤخذ كده، انما احنا بناخدها من وجهه نظر اخرى. هو فلان ده اللي نجح واللي كان منتمي في مرحله سابقه للحزب الوطني، ويمكن كان عضو في البرلمان على الحزب الوطني، هل هو نجح النهارده لانه كان منتمي للحزب الوطني، ولا نجح لسبب اخر ان هو له شعبيه في المنطقه المحليه بتاعته او في الدائره بتاعته؟ لان هتلاقي حضرتك في بعض العائلات، ودي فيها يعني بالمناسبه فيها دراسات علميه رصينه ويعني وجيد بتحلل النظام المصري من هذه الزاويه، وبتفسر ان في بعض العائلات اللي تواجدت حتى من قبل 52 سواء في مجلس النواب او في مجلس الشورى، وبعد 52 في الاتحاد الاشتراكي، ومع التعدديه الحزبيه تواجدت بعد كده في الحزب الوطني. هذه الشخصيات او هؤلاء يعني مرشحين او اعضاء بينتموا الى عائلات معينه برلمانيه. فهذه العائلات لها تواجد في عصور سياسيه مختلفه في المؤسسه التشريعيه، بصرف النظر بقى هل احنا في العهد الناصري، هل احنا في عهد الرئيس السادات، هل احنا في عهد الحزب الوطني، فهي لها تواجد. وبالتالي اذا تواجد، طبعا هي مش كلها تتواجد، انما اذا تواجد بعضها، فالسؤال هنا هل دي نحسبها على انها وجوه منتميه الى نظام سابق، ولا بنحسبها على انها وجوه تنتمي الى عائلات برلمانيه وليها تاثير في مناطقها المحليه؟ يعني انا وجهه نظري انا برجح الحاله الثانيه، انها ربما من يفوز منهم في هذه الانتخابات هو بيفوز نتيجه لتاريخه العائلي او لشعبيته في المناطق التي تواجد فيها. دكتور اكرامي في الجزئيه دي انا في تصوري لابد ان ينظر اليها من منظور قانوني ومنظور اجتماعي. بالظبط. منظور اجتماعي الدكتور اكرام تحدث عن ان الناخب احيانا كثيره يقول انا ما اعرفش عدد المرشحين. طيب اذا هذه الحاله، اذا جاله واحد قديم بغض النظر عن انتمائه ايا ما كان هذا الانتماء، اذا معناه اذا انتخب معناه انه معروف لديهم. هذه من الناحيه الاجتماعيه، اذا اضحى ان هذا الشخص معروف بغض النظر عن انتماءاته السياسيه السابقه، انما انتخب ليه؟ لقناعه الناخب. نعود إلى الجانب القانوني، الجانب القانوني الدستور اللي موجود معانا كلنا واللي اقترعنا عليه بأغلبية ساحقة ما فيهوش عزل سياسي. بالظبط كده. يعني طالما توافرت في هذا الشخص شروط المرشح لعضوية مجلس النواب، سواء تلك الشروط التي أوردها الدستور أم التي أوردها قانون مجلس النواب، فهو مرشح. ما فيش حاجة اسمها عزل سياسي. إذا إرادة الناخبين، هيئة الناخبين اتجهت إلى اختياره فلنحترم هذا الاختيار. يعني دي نقطة مهمة للغاية، لأنه يعني ربما يكون في وجهة في الاختيار. هي الفكرة هي دراسة يعني دراسة سلوكه هو كنائب تحت قبة البرلمان سابقا. بالظبط كده. ما أقدرش أصلا من الخطأ البشع إن أنا أقول كل هذا مش كل الوجوه القديمة نقدر نقول عليها إن هي طالما مرتبطة بنظام ما، لأنه طب مع المصريين كلهم كانوا مرتبطين بنظام السابق. طبيعي. فدي نقطة المفروض إن يتم تجاوزها حتى في إطار الثقافة المصرية. صحيح. ان انا الحظ ان الثقافه المصريه انها لوت اعناقها الى الخلف فتره، وايضا حملت افكار الحقيقه، هذه الافكار تتعارض
مع قرينة السلامة وقرينة البراءة، طالما ان شخص لا توجد عليه شبهات ولا 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 صحيح. خلاص حضرتك طرحتي في اطار التقديم العام امر في غاية الاهمية والخطورة، قلتي ان هناك كلام حول ان اللجنة العليا للانتخابات بعضا ممن استخدموا مال سياسي او تجاوزوا يعني في الدعاية وسقف الدعاية ما بينتش اللي راحوا النيابة، ما بينتش هم فين دوائرهم ايه. وقيل مثلما حضرتك قلت في المقدمة ان كان من المأمول ان اللجنة تعلن حتى يكون ذلك عظا. اللجنة تنظر دايما بمنظور قانوني، الاصل في المتهم البراءة. انا لو انا اعلنت عنه عن دايرته هذا سيؤثر سلبا عليه وهينتقص من الاصوات اللي ممكن يحصدها. وطالما ان الاصل في المتهم البراءة انا ما اعلنش عنه، ما يمكن النيابة هنا حضرتك بتعلق على نقطة اللي أنا تطرقت ليها فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات، إن هي بعض المرشحين اللي تم تحويل ملفاتهم للنيابة. أنا لم يعلن عنهم، ولازم اللجنة ما تعلنش عنهم الآن لأن هم الأصل فيهم أنهم أبرياء. إلى أن لو اللجنة أعلنت من الآن هذا سيؤثر سلبا على الأصوات اللي ممكن تقول إيه. ده هو المنطق العام في التعامل مع أي شخص لابد أن يحمل على أنه بريء. قرينة البراءة أستاذ إيمان المشاهد الكريم يتابعك هي ملازمة للإنسان من لحظة ميلادي إلى لحظة الوفاة، وبالتالي ما نقعدش نشكك فيها. ما احنا نشكك صحيح. هذا السلوك من قبل اللجنة العليا للانتخابات هو مصادف ليس للصحيح القانوني فقط بل أيضا لصحيح الدستور. وبالتالي إذا النيابة انتهت بعد كده بشكل أو آخر المؤكد أن قرار النيابة سيؤخذ مأخذ التطبيق. تمام دكتور إكرام. يعني أنا تكلمت فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات والأشرفة على الانتخابات اللي بتعتبر آخر لجنة عليا للانتخابات طبعا نظرا لأنه سوف يتم أعداد مفوضية عليا للانتخابات وهتكون مسؤولة عن كافة الانتخابات في جمهورية مصر العربية. لكن المزعج في الأمر أنا هعود مرة أخرى لسطوة المال السياسي أو خلينا نقول بورصة شراء الأصوات، يعني تمام. اللي بدأت من 100 جنيه ثم تطورت إلى 500 جنيه وزيادة في بعض الأماكن، ولكن ده الرقم موجود لحد ما وصلنا بقى بعد كده لرشاوة بأشكال مختلفة زي شنطة حلويات مولد النبي وجبات كباب وكفتة. وكباب وكفتة ده رشوة؟ كل حاجة بتعتبر رشوة كده، هيدخلوني أنا شخصيا في مشكلة. وفي اشتباكات بقى حصلت ما بين أنصار المرشحين وبلاغات من المرشحين ضد بعضهم وفيديوهات يعني تختص بمسائل شخصية جدا بدأت تظهر ثم مؤتمرات صحفية بتقام في غير محلها وفي غير مكانها وفي غير التوقيت المناسب ليها في خرق واضح للصمت الانتخابي ثم حالة سجال على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مرشحين يعني ذوي قيمة وقامة المفروض، حتى وصل إلى الاشتباك اللفظي والتجاوزات الكثيرة، وده طبعا على مرأة ومسمع من المجتمع. طيب يعني سمحتي لي حضرتك تعليق بسيط على ما تفضل به الدكتور صلاح. الأصل أن القانون لا يحرم أحد من حق الترشح، وده مبدأ إلا يعني القانون بيحط أيضا ضوابط إلا من صدر ضده حكم نهائي وبات، وده أمر مفروغ منه، وبالتالي كل واحد لم يصدر ضده حكم نهائي وبات له الحق الترشح أيا كان انتمائه. النقطة الثانية اللي حضرتك بتسألي فيها وهي ما يتعلق يعني ما اسميتيه حضرتك بورصة شراء الأصوات، هي فعلا شيء أشبه بالبورصة. يعني البورصة في الاقتصاد وفي المعاملات المالية اللي هي بترتفع شوية وبتنخفض شوية وبتتأثر بالظروف ومتغيرات المحيطة، فيما يشبه ذلك في السياسة وفي ما يشبه ذلك في الانتخابات عموما، يعني مش بتكلم عن الانتخابات دي بالذات انما هنخصص لهذا الانتخابات ايضا الكلام. يعني تلاقي حضرتك ان الصوت الانتخابي حضرتك قلت فيه 300 وفيه 500، وانا سمحت كنت قاعد مره في برنامج فالمراسل بتاع التلفزيون قال ده الصوت وصل مش عارف 800 مين يزود وفي وان كان في طابور من شويه ريتنا حضر الفيديو شباب برضو عشان ضيوفنا الكرام يبصوا عليه كده يحللوه هم بنظرتهم. يعني فعلشان كده ده اشبه بالبورصه، وتلاقي حضرتك برضو حاجة بتتشابه مع البورصة إن الصوت ثمنه في يوم الانتخاب الصبح بيختلف عن بعد الظهر غير قبل قفل باب اللجنة. لو احنا في تاني يوم وفضل ساعة ولا حاجة واللجنة هتقفل وخلاص يغلى قوي بقى تبقى يعني يزيد خالص. في ناس قفلت أصواتها في آخر ساعة. فدي يعني بيبقى البورصة بترتفع يعني بورصة شراء الصوت.
وبالتالي تلاقي حضرتك لو احنا في دايرة فيها رجال أعمال يكون تمن الصوت يعني مرتفع، لو في دايرة ما فيهاش رجال أعمال تلاقي تمن الصوت متراجع، وهكذا. هل هي دايرة ريفية؟ هل هي دايرة يعني حضارية صناعية؟ كل ده بيأثر على الصوت. يبقى الصوت بيختلف من دايرة إلى أخرى، بيختلف من محافظة إلى أخرى، بيختلف وفقا لطبيعة الدايرة وطبيعة المحافظة وطبيعة المرشحين. هل المرشحين دول نسبة كبيرة منهم رجال الأعمال في هذه الدايرة؟ يبقى الصوت أتوقع أنه يبقى مرتفع قوي، أو لا ما فيش يعني رجال أعمال أو كده، فالصوت هيبقى منخفض تمنه سعر يعني سعره أقصد. طبعا في حاجات حصلت ودي اللي احنا بنسميها تجاوزات انتخابية، هي أخطر أنواع التجاوزات اللي كانت بتحصل قبل كده، العنف السياسي أو اللي احنا بنسميه البلطجة، ثم تزوير الانتخابات، التدخل للتأثير على نتيجة الانتخابات. احنا في هذه المرحلة ما كانش عندنا الاثنين دول، اللي هم لا في تزوير لانه ما عندناش حزب حاكم، فالتزوير لمين؟ والتزوير كان دايما بيتم الحزب حاكم. احنا في المرحله دي، ويمكن ايضا دي من الحالات غير المألوف اللي ممكن نسميها، خليني بس حضرتك اكمل كلام بس لو سمحت لي عشان هذه الجزئيه من الاهميه بمكان، لان التزوير انا المحت اليه في بدايه الحديث وبدايه الحلقه على ان جميع المراقبين شاهدوا ان مفيش تزوير. يعني قضيه التزوير، ان قضيه التزوير بتكون لصالح الجهاز السياسي او النظام السياسي. النظام السياسي ليس له اي مصلحه في هذا الامر. هو في جزئيه في غايه الاهميه، قضيه الشراء والاصوات والكلام ده، لابد ان الناخب يدرك ان في الجوله المرحله الاولى من الانتخابات ان في ناس نجحت على 41 صوت، الكلام ده مسجل وموجود ويقين. اذا صوت الناخب له من الاهميه ما يستطيع أن يقود مرشحا إلى مقعد البرلمان. لازم الوعي الانتخابي يبدأ يتعاظم في هذه الجزئية حتى نستطيع أن احنا نقدر قيمة الصوت الانتخابي، وأن الصوت الانتخابي ده أصلا ملوش ثمن بحال من الأحوال. طيب وإذا كان المشهد زي ما احنا هنشوف كده بعد إذنكم الشباب، خلينا نحط الفيديو ده. إيه يا فن؟ بص حضرتك يعني ده عيني عينك زي ما بيقول. ما دي حاجة يعني دي مش سر، ده يعني. توزيع الفلوس مش سر؟ لا قصدي حاجة معروف معروف من يعني أول أصوات. بس هنا في نقطة أستاذ أيمن، هنا في نقطة في المشهد ده، لا يوجد تأكيد على أن دول هينتخبوا الراجل اللي اداهم فلوس. يعني ممكن اللي بيدفع الفلوس دي حركة بقى، دي نقطة مهمة، دي نقطة لأنه مش بيدخل معاه العازل. يا أستاذ أيمن، القاضي اللي قاعد في اللجنه مش من حقه يدخل العازل. بس ده كلام عن الظاهره يا دكتور، الظاهره موجود سواء كان هينتخب او مش هينتخب. قد تكون هو بياخد فلوس ولا ما بياخدش، قدامنا قدام عينينا بياخد فلوس. انا حسب الفيديو ده اذكر انها حاله، ما اقدرش اقول انها لا، ده لسه ده في بقى يا فندم في يعني حلاوه المولد وده طابور. يعني اذا لم تستحي فافعل ما شئت، ده طابور. يعني حتى المساله ما بقتش في الخفا ولا في الديره ولا في ده، ده في ناس بتروح تحط في حسابه في الفيزا كارد بتاعته مثلا او على مكنه الاي تي ام، يعني ليها 100 طريقه. وفي كباب وكفته يا فندم في الموضوع. لازم الناخب يدرك قيمه صوته ويعرف ان صوته ملوش ثمن، ان صوته مؤثر جدا وممكن يقود واحد البرلمان للمقعد وممكن يغير. ده صحيح. هو شوف الوعي، شوف اساس ايمان حضرتك دلوقتي، لو احنا بنتكلم عن النظام الديمقراطي، الديمقراطيه هي النظام من نظم الحكم اللي بيعتمد على عامل الكم العدد، وبالتالي نظريا ممكن مرشح ينجح ويبقى عضو بصوت واحد. يعني لو احنا بنتكلم عن جولة الإعادة دي نظريا، ممكن واحد يبقى عضو في البرلمان المصري لأنه خد صوت زيادة عن المنافس بتاعه. احنا دلوقتي في التنافس بين اثنين. طيب يبقى واحد نظريا ممكن ياخد صوت إضافي، صوت زيادة فهينجح. أكتر من كده بس دي مش موجودة عندنا في الحالة دي، إنما في المطلق يعني ممكن حزب يصبح حزب حاكم بأغلبية مقعد واحد. هو ده عنصر الكم، وهو ده في رأيي يمكن اللي قد يساء استغلاله من البعض. ان بيدفع فلوس او بيدفع الحاجات العينيه اللي حضرتك قلتي عليها وكده، ما دي نوع من الرشاوي. يعني الرشوه دي ممكن تكون مال وممكن تكون اشياء عينيه.
انا لما اودي له زيت ولا سكر ولا مش عارف لحمه ولا ايه، ما هي دي نوع من الرشوه. تمام. حتى يعني كان الدكتور صلاح بيتكلم دلوقتي، لا يوجد ما يضمن ان اللي خد الفلوس هيدي صوته للي اداله الفلوس. ده صحيح، ده صحيح، انما يبقى المبدا او الظاهره ان هناك من ينفق اموال لاجل تحقيق غرض شراء الاصوات. سواء نجح في كده او ما نجحش في جميع الاحوال، الاموال انفقت فعلا. وعشان كده يعني انا يعني بقترح ان يبقى في طريقه للحساب وطريقه رادعه ويتم إيه إثبات. المتوقع يا فندم لحساب هؤلاء؟ لحساب المخالفين. طب يعني انا في رايي يعني اصل السكوت على هذا الامر طبعا ما هيخلق حاله، وكمان هيخلق حاله من عدم الثقه ما بين المواطن والدوله بشكل عام. صحيح. يبقى ان تكون في عقوبات، يعني في رايي عقوبات رادعه في القانون. يعني من يثبت عليه انه بينفق الاموال لشراء الاصوات او للتاثير على اراده الناخبين يبقى يعني يشطب خالص. هل دي مساله سهله اثباتها؟ موجود في القانون يا فندم. قانون مجلس النواب به المواد التي تعالج هذه الموضوعات كلها، سواء قبل بدء الانتخابات او اثناء الانتخابات، وبمقدور اللجنه العليا للانتخابات اثناء الانتخاب اذا تثبتت من ذلك، لازم نؤكد اذا تثبتت من ذلك باجراءات قانونيه صحيحه انها توقف اعلان النتيجه دي، وبالتالي يتشطب كل حاجه. يوجد القانون يعني الحلول العديده. مهم انا تفعيل عايز القانون. بس انا اتوقف، انت حضرتك طرحتي انجاز لي ان انا ادخل في هذا الامر، طرحتي امر في غايه الاهميه. انت قلتي ضمن ده اللي لفت نظري، انا يلفت نظري على فكره بذات القدر توزيع فلوس وحاجات التراشق اللي حضرتك اثرتيه ده كان شيء مزعج. دي مساله في غايه الاهميه، ولا بد يعني ان احنا نتوقف امامها كمحطه هامه ورئيسيه. انا اتيح لي من اسبوعين ان انا اتابع عن قرب المشهد الفرنسي بعد عمليه التفجيرات اللي حدث في باريس. تحدثت مع الدكتور اكرام في ذلك قبل الهوا. اللي حدث ان كل الاحزاب سواء في ذلك اليسار، اليسار في الحكم، او اليمين واليمين في المعارضه، كلها تجمعت لصالح الدولة، ولم يكن هناك خلاف سياسي إطلاقا في هذا التجمع، بل إن أحد أقطاب الحزب الجمهوري يعني اليمين ساند اليسار تماما، بل وجه نقدا لحزبه إنه ما بيدعمش بقوة وبكثرة اليسار. دي نقطة. النقطة الثانية، إحنا لما نيجي ننظر لهذه المشاهد يوجد خصومات سياسية، يعني الخصوم السياسيين. أنا أعني المصطلح الدائر، المصطلح ده يدور الخصوم السياسية، هو اسمه الخلاف في الرؤى السياسية، ده وارد تماما يعني تحت قبة البرلمان، ولكنه لا يفسد الود قضية. إنما لا يسمح الخلاف السياسي بأن ننتقل إلى مرحلة التراشق اللفظي على المستوى الشخصي. دي مسألة غير مسموح بها في أي دولة من دول العالم. وأنا لنا شايفه كمان أن المرشحين دول هم نخب وهم قدوة، والكلمة اللي بيقولوها بتأثر في ملايين، فلازم العودة إلى ثقافة الالتزام. إذا احنا نختلف سياسة ما فيش مشكلة، إنما إقحام أمر شخصي والتلاسن اللفظي أنا شايف أن ده لابد من الآن، وقبل أي حاجة يسحب من التداول، لازم يسحب من التداول، لازم يعاد بلورة الثقافة، ثقافة الاختلاف كيف لها أن تكون. مش إحنا ممكن نختلف، أنا ما أخشى أن الاختلاف يتحول إلى خلاف، ومن ثم الخلاف يصبح تصادم. هذا أمر غير مقبول، أن يتم الخلط بين المسائل الشخصية والخلافات الشخصية والأمور الشخصية والصفات الشخصية، أنا أعني كل حرف أقول وأنطق به، والخلاف السياسي. دعنا نكون لدينا رؤى سياسية متباينة نتحاور حولها، نختلف في شأنها، لكن ما نلسنش على بعض وما نقعدش نتراشق بالألفاظ، وبالذات إن أتى هذا من نخب، لأن ده أمر غير مقبول
في مجتمع ينشد مستقبلا أفضل. صحيح. في مجتمع يريد للقيم أن تتعاظم. تمام. نريد إعادة إحياء القيم الأصيلة مرة ثانية. حضرتك تطرقت لنقطة مهمة جدا، هي مسألة إحنا مختلفين في وجهات النظر فيما يتعلق بمصلحة هذا الوطن تحت قبة البرلمان، وهذا النوع من الاختلاف ظاهرة إيجابية جدا ولن تفسد للود قضية. يقين. أما إذا وصل هذا الاختلاف إلى خلاف وخصومة سياسية، أخشى ما أخشى كمواطن مصري بسيط إنه ده يلقي بظلال القرارات اللي بتتخذ أو بتتخذ من هؤلاء النواب تحت قبة البرلمان. يقينا، ودي قرارات تخص المجتمع ككل. ده كارثة، ده بتخصني وبتخص الأمن القومي طبعًا. لمصر وبتخص طبعًا. أمور كثيرة جدا. فأنا الحقيقة هذه الظاهرة أنا غير متفائلة بها تماما كمواطن مصري قبل ما. على أي حال أنا حاولت يعني أعمل لها تفسيرا إن في نحن في فترة يعني حملة، كنا في فترة حملة انتخابية في قدر من الانفعال. على أي حال أنا آمل أن النفوس تكون قد هدأت، وأنه إذا تم استحاب العدد الكلي تحت قبة البرلمان ينظر كل منهم للآخر على أنه مصري، إنما يبحث إعلاء مصلحة عن الوطن فوق كل شيء طبعا. طيب تركيبة البرلمان أو النسيج النسيج الموجودين من النواب تحت قبة البرلمان أو ألوان الطيف السياسي كما يسمونها، أنا في نقطة دايما بحب أن أنا أنظر إليها، أين تجلس المعارضة؟ ده بفرضية أنه في معارضة يا فندم. لا هو حتى الآن طبعا إحنا الخريطة مش باينة، يعني ما نقدرش نقول أن في خريطة باينة حتى الآن، ما نقدرش نقول أن في أغلبية. إن كلمة الأغلبية في عالم القانون تعني ما يزيد على النصف، وأنا أريد أن أصوب مفهوما أن اصطلاحا يقال النصف زائد واحد هذا خطأ. المفهوم الصحيح هو ما يزيد على النصف، لأنه يتصور وجود رقم فردي، فمش معقول هنقسم من أدم اثنين يعني. هذا هو المصطلح الصحيح. حتى الآن مش موجود حزب أو ائتلاف يحوز أكثر من النصف، إنما ممكن تحصل تتكون كتل برلمانية فور تشكيل البرلمان داخل المجلس. إذا تكونت كتل برلمانية ده هيكون فيما يسمى الائتلافات الحزبية. دلالة ذلك احنا كنا نتوقعها في الدستور، ولذلك قلنا ان جت في المادة الأساسية اللي هي في إطار تشكيل الحكومة، قلنا ان رئيس الجمهورية هيختار شخص يعرض برنامجه على المجلس بمطلق اختيار السيد الرئيس. اذا المجلس اداله الثقة كان بها، اذا ما ادالوش الثقة يبقى الحزب او الائتلاف الحائز على الأكثرية، الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية. وبالتالي يتصور وجود ائتلافات حزبية بعد تشكيل البرلمان. هذه الائتلافات تكون هي الأكثرية. الأكثرية مش معناها الأغلبية، إنما ممكن تكون الأكثرية هي الأغلبية. يعني لو حضرتك حزب ما حصل على أكثر من 50% من المقاعد هو ده حزب الأغلبية. لو هذا الحزب نفسه حاصل على مثلا 45% من المقاعد وهو أكثر الكتل وأكثر الأحزاب يبقى ده حزب الأكثرية. ده مهم التوضيح. نعم. الفرق ما بين الأكثرية والأغلبية وهكذا. وبالتالي التشكيلات والكتل البرلمانية هتتكون داخل البرلمان. يمكن من الآن يا أستاذ عمان بعض الأحزاب السياسية تسعى إلى ذلك، وهذا من حقها، يعني من حق الأحزاب السياسية إنها تتكلم في تشكيلات لكتل برلمانية. الأمر ده موجود عبر دول العالم، طالما مش هيكون في حزب يشكل أغلبية كاسحة يعني يقدر يحرك البرلمان. ليه؟ إن احنا عندنا قاعدة في غاية الأهمية، هذه القاعدة غير مسبوقة في الدساتير المصرية. البرلمان صحة انعقاده هيكون إزاي؟ بحضور أغلبية أعضائه، يعني ما يزيد على النصف. صحة قراراته هتكون إزاي؟ برضو بالأغلبية. بس في قاعدتين مهمتين جدا. القاعدة الأولى في الاقتراع على القوانين، الأغلبية اللي هي أغلبية الحضور لازم ما تقلش عن تلت عدد الأعضاء. في أمر آخر أنا أعتقد جازما أن المجلس سيغيره، هو موجود في اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وهي اللائحة اللي هيعتد بها، لكن بما يتضمن عدم مخالفة النصوص الدستورية. يعني على سبيل المثال رئيس المجلس والوكيلين
هينتخب لمدة الفصل التشريعي وليس لدور انعقاد. في دستور 71 كان دور انعقاد يعني سنة. فهنطبق النص الدستوري اليمين القسم وفقا لما ورد في الدستور وهكذا. فاللائحة الداخلية دي كان فيها نص في غاية الخطورة ان الاجتماع اذا بدأ صحيحا يعتبر صحيحا حتى لو غادر بعض الاعضاء القاعة. ولذلك كنت حضرتك تشوفي كان التلفزيون يصور جلسات تجدي فيها عدد من المقاعد لا يجاوز يعني أصابع اليدين يعني عدد ما خلق. لأن الاجتماع الكرم كان صحيح وبعد كده تسربوا. أنا في ظني أن هذا النص سيخضع لتعديل وأيضا بيكمله فيما يتعلق بالقوانين أن لازم الأغلبية اللي مرر القانون ما تقلش عن تلت عدد الأعضاء. كل ده هيكون في خصوص الجلسات الأولى اللي هيتم فيها تشكيل الكتل البرلمانية، هيتم فيها الاتفاق على بعض من المواد التي بحاجة إلى إدخال تعديلات في اللائحة الداخلية للبرلمان وهكذا. إنما أنا عايز أشير في هذا السياق إلى أن الشكل هيحمل مستقلين، هيحمل أحزاب، هيحمل ائتلافات. هذا هو الشكل العام. وبالتالي أي توقع الآن أنا في ظني أنه هيكون خارج السياق، لأن ممكن عددا من المستقلين وهم يشكلوا نسبة كبيرة ينضموا إلى ائتلاف، وبالتالي الأمور الموازين الخاصة بالكتل هتختلف حين انضمام عدد من المستقلين لكتلة نيابية أو لتيار سياسي في المجلس. تمام دكتور إكرام، يعني قلنا أنه توقع شكل البرلمان، الحقيقة ده مسألة يعني سبق الأوانها أو من المبكر الحديث عنها الآن نظرا لأمور عديدة كما تفضل دكتور صلاح. لكن أنا هنا هتكلم على نقطتين تانين، رئيس البرلمان والمعينين من قبل السيد رئيس الجمهورية. أعتقد من خلال قراءة حضرتك لبعض المؤشرات ممكن أن احنا نطرح بعض الأسماء. يعني حتى بالنسبة لتركيبة البرلمان القادم أو تشكيله، وإحنا ممكن نتكلم يعني البرلمان، أي برلمان في الدنيا عشان يؤدي عمله لابد أن تتواجد فيه أغلبية ومعارضة. طيب المؤشرات اللي عندنا حتى الآن من المرحلة الأولى، وعلى الأرجح أن دي اللي هتحصل في المرحلة الثانية، لن يستطيع أي حزب بمفرده أنه يحصل على أغلبية ولا حزب. طيب ازاي نصل الى الاغلبيه؟ الوصول الى الاغلبيه في هذه الحاله هيكون من خلال ما يسمى الائتلاف. الائتلاف يعني انضمام اكثر من حزب معا. الائتلاف ده احنا ممكن نتكلم فيه على مستويين، قد يكون الائتلاف بغرض الحصول على النصف زائد واحد، قد يكون الائتلاف بغرض الحصول على نسبه اكبر من النصف زائد واحد. ويمكن يعني لو احنا بننظر الى مصلحة وطنية، قد يكون من المرغوب فيه ان تتجه اكبر مجموعة ممكنة من الاحزاب الى الائتلاف معا، وخصوصا في هذه المرحلة. احنا دلوقتي بنعيش مرحلة صعبة، مصر بتواجه تحديات على جميع الجبهات، وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التنمية وعلى المستوى الامني والفساد جميع المستويات. وبالتالي يعني عديد من القضايا الهامة من وجهة نظري قد لا يكون عليها خلاف بين حزب واخر. احنا لما نتكلم عن الامن القومي المصري، لما نتكلم عن التنميه، لما نتكلم عن مشاكل التعليم والصحه، لما نتكلم عن مشاكل الشباب ونتكلم عن المرافق، نتكلم عن اصلاح الجهاز الاداري. يعني انا في تقديري لا يوجد حزب يمكن ان يعترض على ذلك. اذا السؤال، لماذا لا تتجه اكبر مجموعه ممكنه من الاحزاب في البرلمان القادم الى الائتلاف معا؟ ولو المجموعه دي كبيره وجابت نسبه اكتر من النصف زائد واحد، دي اللي بنسميها يعني بلغه السياسه بيتقال عليها الائتلاف الكبير. الائتلاف الكبير ده في رايي هو اللي ممكن يكون في المصلحه، وخصوصا بعد الاحزاب يعني ما زال منها عنصر التوتر اللي كان مصاحب العمليه الانتخابيه.
في الانتخابات قد يكون في توتر، قد يكون في منافسه، قد يكون في حزب عاوز ياخد مقعد ولا اثنين اكتر من الحزب الاخر. انما بانتهاء العمليه الانتخابيه وبقينا في البرلمان يبقى بيفترض ان الجميع بيبحث عن مصلحه وطنيه. تمام. السؤال اللي حضرتك تفضلتي بيه في الاول كان تصور لرئيس البرلمان والنواب المعينين من قبل السيد رئيس الجمهوريه. تمام. يعني اين يتجه المزاج العام او الراي العام او المؤشرات؟ هو رئيس البرلمان القادم طبعا البرلمان لازم يكون له رئيس ويبقى له وكلاء، وده بيتم في صحيح. الجلسه الاجرائيه. رئيس البرلمان القادم انا في تقديري الشخصي يعني توقعي انه على الارجح هيكون من الاعضاء المعينين اللي بيعينهم السيد رئيس الجمهوريه. وفقا للدستور ان السيد الرئيس بيعين 5% يعني حوالي يمكن 28 ولا شيء من هذا القبيل. طيب يبقى يعني انا في تقديري ان من هؤلاء المعينين هياتي رئيس البرلمان القادم. ربما يعني طبعا بالتاكيد ان رئيس البرلمان له مواصفات خاصه. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن برلمان عدده كبير قوي حوالي 600 وفي اتجاهات سياسيه مختلفه وفي احزاب مختلفه وفي مستقلين، وبالتالي لابد ان يكون من يتعامل مع هذه المجموعه من النواب كرئيس للبرلمان له مواصفات خاصه. مواصفات تتعلق بثقافته، مواصفات تتعلق بشخصيته، مواصفات تتعلق بكونه يستطيع التوفيق او تحقيق التوافق بين اتجاهات مختلفه، ودي في رايي قضيه اساسيه قوي مطلوبه من رئيس البرلمان القادم. هو في مواصفات شخصيه، في مواصفات موضوعيه، لازم يكون عنده القدره على التوافق. يعني في هذا الاطار وفي هذه التعدديه ممكن تحصل حاجات خلافيه كتير، فيبقى عنده القدره على التوافق، يبقى شخصيه توافقيه يقدر يحقق يعني من خلال هذه الاختلافات. لكن دكتور اكرام، البعض بيرتقي انه باعتبار انه هذا البرلمان على عاتقه يمكن اكثر مساله وضع القوانين والتشريعات، فبالأهمية بمكان أن هذا الرجل لابد أن يكون رجل قانون. طبعا بالتأكيد ما ده اللي بقوله، في ثقافة ما ينفع. إنما أنا بقول فيما يتعلق بالثقافة طبعا الزراعة وخريجين الزراعة ليهم مكانهم وناس محترمة وطبعا، ولكن إحنا بنتكلم عن وضع قوانين، فأجدى بمكان أنه يكون رجل قانون. وحتى ليس بالنسبة لرئيس البرلمان فقط، إنما يعني أنا في تقديري أن حتى أعضاء البرلمان طبعًا لازم يكون عندهم هذه الثقافة، وإذا ما كانش عندهم يبقى البرلمان يحاول إيجادها. عشان كده يعني أنا في رأيي إن حاجة مهمة قوي بالنسبة للبرلمان القادم هي وجود مركز أبحاث داخل البرلمان. تمام. المجلس ده المركز ده وظيفته تعريف النواب وبالذات النواب الجدد بمهام البرلمان والعمل البرلماني. من مهام هذا المركز أيضا، وده بحث داخل البرلمان عشان ما يبقاش فيه حساسية، فهذا المركز بيقدم حتى لأعضاء البرلمان دراسات وتصورات معينة في كل مشروع قانون، في كل قضية، في كل قرار يريد البرلمان اتخاذه، يقدم لهم سيناريوهات وبدائل للتعامل. يعني والله لو تمت الموافقة على هذا التشريع أو على هذا القرار فده إيجابياته 1 2 3. مين اللي يقوم على هذا المركز من وجهة نظرك؟ المركز ده يبقى فيه ناس قائمين عليه يعني متخصصين، وبيعاونهم يعني بيجيبوا مجموعة يعني نقول من الشباب أو كده عشان المعلومات والبيانات مهم، حتى ده هيبقى مفيد في مهام العمل البرلماني نفسه. يعني إيه؟ يعني لما حد يجي يقدم استجواب يبقى الاستجواب ده بيستند الى اسس ومبادئ كدعم اتخاذ قرار يعني واحصائيات. يعني يبقى مش بيقدم استجواب لمجرد استجواب وخلاص وينتهي زي ما كان بيحصل قبل كده بالعوده لجدول الاعمال، وما ينفعش. انما اللي هيقدم استجواب يبقى الاستجواب صحيح، مستند الى ارقام، مستند الى احصائيات، مستند الى معلومات، فكل دي عوامل بتسهل من مهام اعضاء البرلمان. تمام. دكتور صلاح، ما هي اهم التحديات التي سوف او من المتوقع ان تواجه البرلمان القادم؟ انا هقول لحضرتك بس مبدئيا انا عايز ارجع للخلف خطوه واحده. اتفضل. في جزئيه من الاهميه ما كان حضرتك اشرت الى اهميه الدعم، هو والدكتور اكرام اتكلم عن المركز، هو حاليا ومن مده مضت الهيكل التنظيمي للامانه العامه صدر، ويوجد ادارات متعدده تسمى ادارات الدعم الفني. الادارات دي موزعه على 19 لجنه اللي هي اللجان الحاليه الموجوده، وايضا في احتياطي يدعم ما عساه قد ينشا من لجان. فهذا النظام موجود واقر، والحقيقه الامانه العامه لمجلس النواب يعني انا شخصيا
وجهت إليها التحية لهذا الجهد لأنها كانت لها السبق فيها. النقطة الثانية اللي أنا أحب أوضحها، حضرتك أشرت إلى قضية التعيين. التعيين هو سلطة مطلقة في للسيد رئيس الجمهورية أن يعين مش 5%، أن يعين عدد لا يجاوز 5%، ويقدر ما يعينش خالص. السيد الرئيس بمقدوره ألا يعين أحد، ممكن يعين 1-2 لغاية 5% نحو 28 واحد. إنما كيفية التعيين هناك بعض من الضوابط الدستورية والضوابط القانونية في التعيين. الضوابط اللي القانون وضعها أن يكونوا من الخبراء أو أصحاب الإنجازات العلمية والعملية، هذه واحدة. وأيضا يكونوا من الفئات الأخرى التي يرى تمثيلها وفقا للمادتين 243-244 من الدستور، اللتان تتحدث عن العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمعاقين ومصري الخارج والمسيحيين. ولكن أشار القانون إلى أن يكون ذلك في ضوء الترشيحات التي تقدم إلى السيد الرئيس من قبل مراكز البحوث، المجلس الأعلى للجامعات، النقابات المهنية والعملية وغيرها. هنا في نقطتين في غاية الأهمية يتوجب الوقوف أمامهما. كلمة في ضوء الترشيحات يعني أنكليراج باللغة الفرنسية، يعني نور له الطريق. هذا ليس إجراء شكليا إذا لم يتبع القرار يكون باطلا، لا، ده مجرد في ضوء يعني إضاحة. النقطة الثانية، ليست هذه الجهات فقط، اللي هي النقابات، مراكز البحوث، المجلس الأعلى، الجامعات إلى آخره، لأن المشرع الدستوري، المشرع العادي في قانون مجلس النواب، وأنا كنت أحد أعضاء هذه اللجنة، قلنا وغيرها الكلمة وردت مطلقة، وفي عالم القانون النص المطلق يترك على إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده أو يخصصه، يعني أي جهة أي جمعية يمكن لها أن تتقدم بذلك. طبيعة القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بالتعيين هو قرار بامتياز من أعمال السيادة، لا يخضع لأي رقابة قضائية، لا القضاء العادي ولا القضاء الإداري، لسبب بسيط جدا، لأنه يتعلق بالعلاقة بين رأس السلطة التنفيذية المتمثلة في السيد رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية، وبالتالي القضاء والفقه مستقرين جميعا على أن القرارات المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين دول من أعمال السيادة لا تخضع للرقابة، زي قرار دعوة المجلس للانعقاد وهكذا. هذا في هذا الخصوص. فيما يتعلق أيضا برئيس المجلس، أنا لا أتوقع شيئا، لأن أنا ما أعرفش في نظريات التوقع ولا أجيدها، ولا أحب أن أنا أكون من بين يعني المهتمين بها، لكني أؤكد على أن النصوص الدستورية والقانونية تسمح بأن يكون من المعينين ومن المنتخبين، لأن الاثنين يمثلان الأمة. النقطة الهامة جدا يا أستاذة إيمان، ما يتم تعيينه يشترط أن يكون نصهم من النساء بالمناسبة، يعني عشان ده احنا النص ده احنا وضعناه في أيا مكان العدد، احنا أيا مكان 28 ممكن نعين 10 يبقى 5 و5، بس نص على الأقل، يعني ممكن يخلي 15 و5، 15 من النساء. النقطة الهامة للغاية، يعني نصف فأكثر. نعم بالضبط يا فندم، ممكن يكون امرأة وممكن يكون رجل. وطبعا هناك في التاريخ السياسي كله والنيابي شهدت مجالس نيابية فيها سيدات ترأسنا المجلس، يعني مدام نانسي بلوسي أنا حضرت في الكونجرس الأمريكي كنت أراها تدير باقتدار مجلس النواب وهكذا. يمكن يكون زي ما الدكتور إكرام تفضل عنده، أنا ما قلتش رجل قانون، أنا يمكن دي نقطة شوية تأذن لي أختلف فيها شوية دكتور إكرام، أن يكون عنده الثقافة القانونية، لكني لا أعمل إسقاطا على أن يكون من فئة أو غيرها. لا والحقيقة إحقاقا للحق أنا اللي طرحت حكاية أن يكون، لا يعني على أي حال النقطة إحنا اللي طرحناها جدا، أن يكون دايما على مسافة واحدة، وهذا أمر هام، على مسافة واحدة من الكل. إن أراد أن يدلو بدلو ويقول رأيا، إنه هو في النهاية عضو ينزل من المنصة ويقعد في مقاعد الأعضاء، ولازم يكون عنده كاريزما، يعني لازم يقدر يجيد الحديث ويجيد الحوار، ولازم يكون دارسا دراسة متأنية ودقيقة للدستور والقوانين واللائحة الداخلية. نعود إلى أهمية القوانين اللي حضرتك طرحتيها. هناك قوانين متعددة، في قوانين ألزم الدستور المشرع في أول دور الانعقاد أنه لازم يعملها، أخصها على سبيل التحديد هو الآتي: قانون لبناء دور الكنائس، قانون للعدالة الانتقالية. هذه القوانين
في اول دور العقد حضرتك اشرت الى حاجه منهم، قلت ان اللجنه العليا للانتخابات ديت خلاص هتخلص واخر مهمه ليها، وهيكون عندنا الهيئه الوطنيه للانتخابات. الهيئه الوطنيه للانتخابات احنا كاتبينها كده في الدستور اسمها الهيئه الوطنيه للانتخابات. الهيئه الوطنيه للانتخابات هي اللي هتتولى هذا العمل. هنعمل قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات في مجموعه قوانين الصحافه، هي منتظره على فكره، كنا احنا نناقشها في اللجنه العليا للاصلاح التشريعي. اعتقد الصحافه والاعلام من الاهميه بمكان، لكن ياتي على قائمه الاولويات قانون الاداره المحليه. انا اؤكد ليه؟ لان كل المشاهد اللي احنا شفناها ديت هي امور تدور في العمليه، حتى في الحمله الانتخابيه. الامور الخدميه ليست مسؤوليه المجلس النيابي، الأمور الخدمية بدرجة الأولى هي مسؤولية المجالس المحلية. المجالس المحلية حلت بحكم القضائي من عام 2011 وما عادش فيه إلا الجناح التنفيذي، يعني لا توجد رقابة على الجناح التنفيذي لأن الجناح الشعبي مش موجود. لابد أن يضع المجلس القادم في أولى أولوياته تعديل قانون 43-79 في شأن الإدارة المحلية، أو على الأقل إذا قدر يعمل قانون جديد. يمكن تصار نقطة مهمة للغاية، طب والقوانين اللي أصدرها فخامة الرئيس عدلي منصور الذي كان رئيسا مؤقتا للبلاد، والقوانين التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هتعرض عليهم؟ احنا بنتكلم في نحو 400 قانون. أنا لي وجهة نظر يمكن تغير أكثرية الفقه في هذا الشأن. أنا من وجهة نظري أن القوانين دي لا تعرض على البرلمان. السبب في ذلك أن الحالة المصرية الحالية، يمكن الدكتور إكرام أنا أنضم إليه فيما قاله واصفا الحالة المصرية، الحالة المصرية الحالية هي حالة غياب الحياة النيابية، يعني ما فيش مؤسسة نيابية موجودة. المادة 156 من الدستور وقتما وضعناها، وأنا كنت أحد وضعيها، وأنا أعلم أن النص الدستوري أو القانون ينفصل عن نية وضعيه ويصبح له إرادة بذاته. هذا النص إنما يتحدث عن حال استكمال مؤسسات الدولة، إنما ليس معنى، لأن النص قال تعرض وتناقش ويوافق عليها في 15 يوم. ده 400 قانون، لو عملنا الحكاية دي حتى ده اعتبار عملي هنقعد لنا فصلين تشريعين، يعني 10 سنين. هي ليها مخرج، يعني ليها مخرج دستور وسياسي. إذا نظرنا في إطار المخارج والتفسيرات أيا مكان، لأن هذا طرح على الصحافة كثيرا وفي الإعلام عديدا، إذا نظرنا إلى المخارج فلنأخذ الرأي الذي يقول نحن، يعني من وجهة نظر حضرتك يا دكتور صلاح تعرض. نعم، لا تعرض 400 قانون لا تعرض على تعرض البرلمان. لكن وننتقل إلى ما هو أنا للأسف من وقت انتهى. طب لكن ذلك لا يحول بين الأعضاء بين طلب تعديلهم، طلب التعديل يكون وفقا الإجراءات المقررة في الدستور. أشكرك دكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، شكرا جزيلا لحضرتك. وكمان كل الشكر دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حضرتك نورتنا. طبعا كل الشكر مشاهدينا الكرام، أشوفكم على خير يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في حلقة جديدة من مفتاح الحياة. إلى اللقاء.